بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال. قبل ما أبدأ أتكلم عن أي شيء، رحم الله شهداء النادي الأهلي وأسكنهم فسيح جناته، سيظل دائما شهداء النادي الأهلي في قلوبنا. الحقيقة كل حاجة بنعملها خلال الفترة السابقة هم رمز لينا في أشياء كثيرة جدا جدا جدا، فرحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته. عندنا ايه النهارده في حلقة اليوم؟ حلقة هامة جدا الحقيقة، وعندنا فيها كثير من المفاجآت. عندنا مفاجأتين بعد قليل هنجيبهم لحضراتكم علشان نقول لكم عندنا النهارده هيكون أشياء كتيرة جدا هنتكلم عنها. وكعادة هذا البرنامج كل كواليس ما يحدث في بعثة النادي الأهلي بنجيبها لحضراتكم على الهواء مباشرة، أو بتبقى يعني متأخرة شوية صغيرين، ولكن بنجيب لحضراتكم كل ما يحدث في بعثة النادي الأهلي في أرض المونديال. أشياء كتيرة جدا النهاردة، كان في مسحة طبية وكان في أمور أخرى كثيرة جدا بتحصل النهاردة، ولكن عايز أتكلم مع حضراتكم في شيء هام جدا. كلنا بنحب النادي الأهلي وكلنا بنعشق هذا النادي، وبالتالي المساندة واجبة خلال هذه الفترة. المساندة واجبة مننا كلنا، مننا كإعلام، من حضراتكم كجمهور. هتقولي أنا إزاي كجمهور هساند لعيبة النادي الأهلي؟ هتساندهم بأن أنت تقف معاهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. خلي بال حضراتكم اللعبة كلها بتبص واللعبة كلها بتشوف إيه اللي بيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي. المساندة واجبة خلال هذه الفترة، الثلاث ايام اللي جايين النهارده الاثنين، في الثلاث والاربع وبعد كده مباراه يوم الخميس. احنا املنا في ايه؟ املنا ان احنا نلعب مباراه يوم الخميس ونكسب. النتيجه ما نعرفهاش، زي ما بقول دايما النتيجه دي بتاعت ربنا، ولكن الاجتهاد والمثابره والقتال جوه الملعب ده للعيبه. اللعيبه هي اللي هتموت نفسها وعايزه تعمل كل حاجه عشان تكسب هذه المباراه. دورنا نحن نساند، دورنا كجمهور بقى. أنا لما بتكلم مع حضراتكم مش بتكلم إن أنا راجل إعلامي وطلع أقول كلمتين، لا لا خالص. أنا لما باجي أتكلم ما بيبقاش حتى عندي طبعا في سكريبت وكل حاجة، ولكن لما باجي أتكلم أنا بتكلم من قلبي، ما بتكلمش إن أنا مرتب المواضيع خالص. أنا بتكلم من قلبي وبتكلم إن أنا واحد من جمهور النادي الأهلي اللي دايما دايما هو الأساس في كل شيء. حضراتكم واخدين بالكم إن إحنا خلال هذه الفترة وكالعادة دائما مركزين جدا على جمهور النادي الأهلي، لأن جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد لارتفاع ولفخر هذا النادي. فعشان كده المساندة واجبة خلال هذه الفترة. الناس كلها أو كل الأهلوية هتساند فريقها لغاية من النهاردة لغاية يوم الخميس. أنا عارف أن أنتوا بقالكوا فترة، ولكن الثلاث أربع أو اليومين ثلاثة اللي جايين دول مهمين جدا 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 للمساندة. وبالتالي عندنا أخبار هنقولها لحضراتكم وعندنا كلام كتير هنقوله لحضراتكم، ولكن مساندة جمهور النادي الأهلي للعيبة النادي الأهلي من خلال السوشيال ميديا، الفيسبوك، التويتر، الانستجرام، التيك توك، أي حاجة حضرتك اعمل أي حاجة علشان تثبت أن جمهور النادي الأهلي. احنا مش محتاجين أن احنا نثبت ولكن علشان نعرف الناس كلها أن جمهور النادي الأهلي ده لما بيقف ورا فرقته هتشوفوا الفرقة دي بتعمل العجب، هتشوفوا الفرقة دي بتعمل العجب. عشان كده أنا متأكد من مساندة جمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، وكالعادة يظل دائما جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء، زي ما دايما دايما بيعودونا وبيقفوا دايما في ظهرنا. النهاردة تحت شعار لا أحد يدخل ولا أحد يخرج، إجراءات مشددة جدا في مقر بعثة النادي الأهلي. إجراءات مشددة طبعا لأنها زي ما حضراتكم عارفين كوفيد 19 أو الكورونا عاملة مشكلة كبيرة جدا لكل الناس، وبالتالي كل الناس واخدة بالها من هذا الأمر. قبل بس ما أبتدي أتكلم معاكم في الموضوع ده، عايز أقول لحضراتكم خبر هام جدا وخبر مفرح لكل جمهور النادي الأهلي. محمد هاني لاعب النادي الأهلي الحمد لله نزل التمرين النهاردة، هيلعب أو مش هيلعب طبعا دي ما نقدرش نقولها، ولكن محمد هاني زي ما حضراتكم شايفين في لقطات حصرية لشاشة قناة النادي الأهلي، محمد هاني متواجد في تمرينة النادي الأهلي، وزي ما أنتم شايفين موجود وبيلعبوا 5-2. دي زي ما حضراتكم عارفين بتبقى دايما في بداية التمرين 5-2، بواليا ومحمد هاني وعمرو السولية وبقية اللاعبين وياسر وعلي لطفي وأليو ديانج ومروان كلهم الحقيقة، وقدامنا هو بدر وبقية اللاعبين بيلعبوا 5-2. أعتقد أن دي في بداية التمرين، وبالتالي
ان شاء الله ان شاء الله على يوم بكره او بعده كمان تبقى كل الصفوف متكامله. هيكون طبعا باستثناء النجم وليد سليمان، ولكن وليد سليمان موجود بروحه، موجود ككابتن او واحد من كباتن النادي الاهلي. اللعيبه الكبار دي يا جماعه كبار سنا كمان، بيبقى ليهم وزنهم الحقيقه وليهم طريقتهم في ان هم يقدروا يلموا الفرقه ازاي، مهمين جدا جدا جدا. وانا بحيي الحقيقه قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بأن وليد سليمان يكون متواجد معاهم مع الفريق، لأنه دوره هام جدا. ممكن الناس ما تبقاش شايفة الدور ده، ولكن دور اللاعبين الكبار مهم جدا في مثل هذه البطولات الصعبة اللي مش كل الناس بتتفرج عليها. وطبعا وليد اهو زي ما حضراتكم شايفين هو بيشارك، ولكنه بره القايمه. هقول لحضراتكم قايمه فريق النادي الاهلي اللي اعلنها الفيفا النهارده. وليد بره القايمه ولكنه بيحاول على قد ما يقدر، اعتقد ده يعني على الواقف كده، هو حاجه نفسيه اكتر منها شيء اخر. تواجده هام جدا مع فريق النادي الاهلي، وبالتالي خبر حلو الحمد لله بنزفه الى كل جمهور النادي الاهلي، تواجد محمد هاني في التمرين الجماعي للنادي الأهلي. طيب، الاتحاد الدولي لكرة القدم النهاردة الحقيقة كشف القوائم النهائية للأندية التي من المقرر أن تشارك في منافسات كأس العالم. خلينا أقول لحضراتكم قائمة النادي الأهلي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بكم وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بنون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني. أما خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، أكرم توفيق، عمرو السولية، محمود عبد المنعم كهربا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، جونيور أجاي. أما خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، والتر بواليا، صلاح محسن. دي قائمة النادي الأهلي الخاصة بمونديال الأندية. عود حميد طبعا لجونيور أجايي، بقالنا فترة طويلة ما شفناش جونيور، ولكن أعتقد أن هيكون له دور طالما تم وضعه في القائمة النهائية. بالتالي أعتقد أن حالته البدنية تسمح بذلك، لأنه إحنا دايما عارفين أن من الصعب أن أنت تحط حد حالته البدنية مش كويسة. فأعتقد أن وجود جونيور أجايي سيكون له دور خلال هذه المباريات أو المباراتين أو المباراة الأولى اللي هنلعبها إن شاء الله يوم الخميس القادم. أيضا النهاردة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أجرت مسحة طبية جديدة اليوم الاثنين. زي ما حضراتكم عارفين كل يومين ثلاثة كده لازم يتعمل مسحة طبية علشان الكل يطمن على البعثة المتواجدة. النهاردة اتعمل مسحة طبية جديدة، وتأتي تلك الخطوة في ظل الإجراءات الطبية الاحترازية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا. طبعا كل ده من اجل الحفاظ، زي ما حضراتكم شايفين اهو. طبعا الموضوع بيبقى مؤلم شويه، ولكن يعني اعتقد ان اللاعبين اتعودوا على هذا الكلام. النجوم كلها الحقيقه خدت النهارده او بعثت النادي الاهلي بالكامل اتعمل لهم المسحه زي ما حضراتكم شايفين، وان شاء الله تظهر النتيجه بكره. طبعا جونيور اجاي جونيور أجاي وبواليا، جونيور أجاي تحديدا عنده مشكلة الحقيقة مع المسحة، لكن الحمد لله الأمور ماشية بشكل جيد. إن شاء الله تظهر المسحة غدا أو تظهر نتائج المسحة غدا، وتبقى كل اللاعبين سالمين غانمين، لأنه في النهاية إحنا كل اللي بنتمناه أن كل اللاعبين يبقوا كويسين. وفي النهاية على المدير الفني أن يختار ما بين 23 لاعب متواجدين في القائمة النهائية، لأنهم أنا كمدير فني ببقى في حيرة. حيرة صعبة جدا وكل حاجة، ولكنها حيرة حلوة، حيرة جميلة. لما يبقى عندي ناحية اليمين محمد هاني ورمضان بكم وممكن كمان أكرم توفيق، لما يبقى عندي ناحية الشمال علي معلول ومحمود وحيد وممكن أيمن أشرف يلعب لو اتزنقنا، عندنا أنا آسف محمود وحيد بره القايمة، لكن عندنا علي معلول وعندنا أيمن أشرف ممكن يلعب ناحية الشمال، وعندنا برضو بدر بنون وأيمن أشرف وبقية اللاعبين اللي موجودين في هذا المكان في وسط الملعب. هل هنلعب بثلاثة؟ هل هنلعب باثنين؟ المدير الفني لما بيبقى عنده اللاعبين كلها موجودين أعتقد أن ده بيبقى شيء جيد جدا جدا جدا، وفي النهاية هو اللي بيختار وهو اللي بيتحمل كل المسؤولية أمام 70-80 مليون أهلاوي. وإن شاء الله زي ما بيتسو موسيماني معودنا دايما نهائي البطولة الأفريقية وبالضربة القاضية
استطاع ان هو يعمل سيناريو للمباراه النهائيه امام نادي الزمالك، نادي كبير طبعا، فقدر يعمل سيناريو كبير وقدرنا ناخد هذه البطوله بالضربه القاضيه برجل او بارجل محمد مجدي قفشه. ايضا في بطوله كاس مصر وفي مباراه طلائع الجيش قدرنا برضو او قدر ان هو يحط سيناريو ونكسب الكاس مصر. ان شاء الله يقدر يحط سيناريو لهذه المباراه. وفي كلامه معانا امبارح، كان معانا امبارح ثلاث مفاجات قلتهم لحضراتكم، كان بيتسو موسيماني تقريبا حوار كان مطول يعني على غير العاده، قعد حوالي ربع ساعه يتكلم علشان لما عرف ان هي امام جمهور النادي الاهلي من خلال شاشته قعد يتكلم، والحقيقه وقال كلام محترم جدا جدا جدا. قال ان احنا لا نخشى فريق الدحيل ولكن نحترم هذا الفريق لانه فريق جيد، وهي دي السياسه او هي دي الشكل اللي احنا دايما بنشتغل عليه طول عمرنا داخل النادي الاهلي. امبارح كان معانا بيتسو موسيماني، ايضا كان معانا ايمن اشرف ومحمد شريف في ثلاث مفاجآت. ايضا النهارده عندي مفاجأتين لحضراتكم. المفاجأة الاولى هيكون المدرب العام او مدرب النادي الاهلي كابتن سامي قمصان، وحوار ايضا مطول بنحاول من خلال هذه الحوارات مع المتألق امير هشام، الحقيقه عامل شغل جيد جدا وعاملين حوار. سألنا في كل حاجة، أمير سأل في كل حاجة علشان جمهور الأهلي يبقى مطمن على فريقه من خلال هذا الحوار الممتع. أمير هشام مع كابتن سامي قمصان، نطلع نشوف هذا الحوار الهام جدا وبعد كده نرجع نقول لحضراتكم على المفاجأة الثانية. البداية كده عايز اخد شعورك واحساسك وانت متواجد في بطولة كبيرة زي دي كمدرب للنادي الأهلي. طبعا فخر بيك جدا ان انت تنتمي للنادي الاهلي كمشجع حتى يعني، انما تبقى زي ما انت قلت جزء من نجاح الفرقه الحمد لله، واللي انت توصل للبطوله كبيره زي ديت، بطوله دوليه كل العالم بيتابعها، وانت مش بتمثل بس مصر بس، انت بتمثل قاره كامله، قاره افريقيا كلها يعني، مسؤوليه كبيره جدا علينا طبعا، وزي ما انت قلت فرحه كبيره لينا وشعور طبعا بفخر اللي انت بتنتمي للكيان الكبير دوت. وممكن انت حضرتك شفت الاستقبال الموجود عليه. ما انا عايز اتكلم، كنت متوقع ان يبقى في الاعداد الغفيره دي في المطار وفي الطريق كمان لحد ما وصلت الفندق، وامام الفندق كمان كان في عدد كبير جدا من الجماهير، كنت متوقع ده؟ يعني بالنسبه لي كنت متوقع بس مش بالكم الكبير دوت يعني. يمكن حتى الراجل استغرب جدا وكان مبهور جدا، يمكن انا اتكلمنا وكابتن اتكلمناه ان ده جزء صغير من جمهور النادي الاهلي يعني، لان هو برده لسه ما شافش جمهور النادي الاهلي الحقيقي، لان ما انت عارف كل المباريات اللي احنا بنلعبها بدون جمهور والكلام دوت يعني. يمكن هو كان شاف قبل كده في ايام سان داونز، بس طبعا لما بتبقى انت منتمي للفرقه وتشوف جمهورها اعتقد بيبقى مختلف يعني. فكان مبسوط جدا وسعيد جدا، استقبال غير طبيعي وشعور كبير جدا يعني، ان انت بفرحه كبيره وفخر كبير جدا ان انت بتمثل النادي الكبير دوت اللي ليه جمهور في كل انحاء العالم. اعتقد ان هي دافع قوي لينا، دافع زي ما انا قلت لك اللي هو اعداد نفسي كويس جدا. يمكن يعني لما الراجل بيعمل اعداد نفس المباراه بيشتغل اللي انت بتشتغل مع لعيبه زي اهميه المباراه واهميه اللي انت بتحمل اسم افريقيا مش مصر بس، واهميه اللي انت اكتر تاني اكتر نادي في العالم مشارك في البطوله ديت. مهم جدا ان انت تبقى قد المسؤوليه ديت. بتفكروا في مواجهه الدحيل ازاي؟ وهل استراتيجيه النادي الاهلي ما قبل بطوله كاس العالم كجوانب فنيه تحديدا ممكن تتغير في بطوله كاس العالم؟ ممكن نلاقي شكل مختلف للنادي الاهلي من ناحيه التكتيكيه والخطط، ولا هتحافظوا على شكل النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت؟ بص خلينا نتفق برضو ان انت بتلعب في اعلى ليفل موجود في العالم، انت بتلعب ابطال القارات في كل الموجود، سواء اوروبا سواء اسيا سواء امريكا الجنوبيه. مدارس مختلفه، طرق اللعب مختلفه، امكانيات لعيبه عاليه جدا. يمكن شفت التدعيمات اللي عملها فريق الدحيل قد ايه، ولاعيبه برازيليين ما شاء الله يعني، يمكن جايبين دودو دوت لعيب معار بس من برازيل ب 7 مليون يورو. مبلغ كبير قوي كابتن، مبلغ كبير جدا، اعاره بس 7 مليون يورو اعاره بس، فمبلغ كبير جدا. فلان الناس دي عاوزه تعمل تاريخ، وده حق مشروع لكل الفرق. فانت عشان استعداد طبعا مختلف جدا، استعداد الدوري انت بطل، الناس بتعمل لك انت بطل مصر، بتلعب في مستوى اعلى، لازم يكون استعداد اكتر، تركيز، احترام للخصم اكتر، ازاي تقدر تلعب بطرق لعب مختلفه. فاعتقد ان شاء الله الراجل مستوعب كده، لان برضو الراجل عنده من الخبرات، الراجل لعب برضو في البطوله مع سان داونز طبعا، يمكن ما كانش فيه نجاحات كبيره قوي يعني، لكن برضو هو يعني عارف اهميه المباراه دي، ازاي تقدر تلعبها ازاي،
ازاي تقدر تعمل تنظيم، ازاي تعمل تكتيك واخد مختلف. خلاص على اجواء البطوله يعني، يعتبر بالظبط بعد ما شارك مع سان داونز من 4 سنين في بالظبط 2016 بالظبط تقريبا، اه فاكيد دي حاجه هتكون اضافه بالنسبه للفريق. بالظبط، زي ما كان برضو اختياره في افريقيا نفس القصه، يعني انت بالظبط بتبقى صح. محتاج مدرب يكون عاش الاجواء دي قبل كده يعني. فاعتقد ان شاء الله ربنا ان شاء الله يوفقه في الاختيار، الشكل التنظيمي اللي احنا نشتغل نلعب بيه، واختار اللعيبه المناسبه للمباراه ان شاء الله. انا عايز اطمن بشكل كبير على الحاله الفنيه والبدنيه للاعبي النادي الاهلي، وبالتحديد محمد هاني وحسين شحات، ومدى امكانيه لحقهم بمباراه يوم الخميس باذن الله. يمكن في البدايه الحمد لله اللعيبه واصله الحمد لله لحاله فنيه وبدنيه كويسه الحمد لله، كويس وذهنيه، وقرر كتير جدا على ذهنيه، لان من الحاجات المهمه جدا فعلا. اللي انت تخش الماتش وانت مركز ليك هدف معين. يمكن معظم الناس بتتكلم على ماتش بايرن ميونخ يعني، وان عمرك ما هتقدر توصل للمباراه ديت الا لما تكسب المباراه الجزئيه الاولى. دي مهمه جدا يا كابتن سامي، هتسمح لي اقطعك في الحته دي، لان فعلا في بعض من جماهير النادي الاهلي وده حلم مشروع بالنسبه لهم، طبعا نفسهم ان هم يوصلوا نصف نهائي كاس طبعا العالم ايا كان هيقابلوا مين. طبعا لما هتقابل كمان بايرن ميونخ هتبقى حاجه كبيره طبعا قوي، لكن انتوا اكيد مركزين في مباراه دي حيل بس، اه ما طبعا بتفكروش في بايرن خالص صح طبعا ولا؟ طبعا. وبكرر برضو تاني دي النقطه اللي الكابتن اتكلم عليها كتير ايوه جدا، مستر موسيماني اكد عليها برضو، اللعيبه بينهم ومن بعض نفس كويس القصه. احنا بنحاول برضو ان احنا نتكلم انا او كابتن سيد، او لان انت عارف احنا العنصرين المصريين موجودين، بالظبط. اللي احنا نوصل برضو للعيبه ديت. لكن اللعيبه اعتقد الحمد لله عندنا من الثقافه والوعي اللي هي فاهمه ومقدره قد ايه يعني اهميه المباراه ديت. لكن انا عاوز اوصل لك برضو نقطه مهمه جدا، يعني اللي انت بتلعب بطوله عالميه، بطوله كبيره، صح مدارس مختلفه، انت يمكن شفت دلوقتي حتى الاستعداد للبطوله ازاي، استقبال ازاي، مواعيد التدريب، الفندق، الاقامه، الحظر اللي موجوده عليك، التمرين نفس القصه، وازاي حاسس ان انت مختلف في كل حاجه، كل بيرفكت في كل وقت، في كل وقت موجود، لازم يكون معمول حسابهم. فانت بتتكلم في اعلى ليفل، هتشتغل مع مدارس مختلفه، طرق لعب مختلفه، نتكلم ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده يعني ان شاء الله نوصل نلعب بايرن ميونخ إن برضه شاء الله. مستوى ومدرسه مختلفه، وتشوف الفرقه دي بتلعب ازاي، بتفكر ازاي، لان طبعا كل دي خبرات انت بتاخدها. يمكن برضه يمكن عاوز اقول برضه نقطه مهمه جدا، يعني احنا عندنا اتفضل. لعيبه اول مره تلعب البطوله ديت، كاس يمكن عالم باستثناء طبعا وليد سعد ووليد ووليد قبل كده وكرامي كان برضه لاعب قبل وحسين كده، الشحات وحسين طبعا ده لعب مع بس في العين. العين يعني. لكن برضه ما تنساش ان ده دي حاجه يعني على قد إيجابية حاجه ايجابيه ودوافع كبيره ان شاء الله اللي احنا نجي اكتر واكتر. يمكن تفتكر الجيل الذهبي بتاع ابو تريكه برضو لما جه اول مره كان الموضوع صعب شويه، لكن مع الخبرات الحمد لله بقت احسن واحسن. لكن يعني ما بقولش مبرر، لكن انا بقول ان لازم دايما يعني نفكر بايجابيه، نفكر اللي احنا الحمد لله ده بطوله تكريميه كبيره جدا، بطوله اللي انت تاخد منها ايجابيات كبيره جدا. يمكن احنا شفناها، يمكن انت شفت مستوى الاستقبال عامل ازاي، يمكن فعلا. حتى التحضير ازاي اول يوم لما جينا، والميتنج اللي حصل الاتحاد الدولي ازاي الراجل بخصوص اتكلم في التحكيم وبعض التحكيم التعديلات الجديدة. والتعديلات الجديده وشكل التنظيمي والهدف من البطوله. فانت قدام حدث مختلف جدا، وحدث يعني الواحد مبهور والواحد فخور جدا اللي هو موجود في الحدث دوت يعني. اللعيبه نفس القصه، لكن كل مره بقرر ان احنا هنعمل اللي علينا، اقصى حاجه لينا ان شاء الله عشان نسعى جمهور النادي الاهلي اللي اعتقد ان هو يستاهل كل جهد اكيد ونقطه عرق ان شاء الله. اكيد. حسين الشحات بقى ومحمد هاني موقفهم ايه؟ حسين يعني الحمد لله، حسين وهاني الحمد لله ممكن ان شاء الله بكره يكونوا موجودين معانا، حسين ممكن النهارده يكون موجود معانا ان شاء الله، الدكتور كويس هياكد كويس الحمد لله. دي برضو حاجه ايجابيه اللي هم يكونوا موجودين، طبعا اضافتين كبار جدا يعني، هم ركائز اساسيه في الفريق على مدار طبعا اهل الزمالك مباريات الاهلي اللي فاتت، هم طبعا اساسيين. طبعا طبعا مهمين جدا بالنسبه لنا، مهمين جدا للنادي. ان شاء الله يوصلوا لحاله بقى فنيه وبدنيه كويسه لحد يوم المباراه باذن الله. باذن الله. طيب المنافسه زي ما اتكلمنا في البطوله منافسه غايه في الصعوبه، والتركيز اكيد على مباراه الدحيل الاولى. هل تم الحديث مع اللاعبين على بعض التعليمات الفنيه بخصوص هذه المباراه، ولا لسه مع توالي التدريبات وتحديد المران الاخير قبل المباراه اللي هو المران الرئيسي هيبقى فيه التعليمات النهائيه والاساسيه اللي هتكون لكل لاعب بخصوص الجانب الخططي والجانب التكتيكي في المباراه؟ يمكن احنا استعدادنا للمباراه من اول يوم، انت شفت من اول يوم من اول يوم طبعا بعد ماتش بيراميدز بدانا نستعد احنا كجهاز ان احنا ازاي نتفرج ونشوف نقاط القوه وضعف الفرقه.
بعد كده نفس القصه، يمكن حتى حضرتك كنت موجود والبعثه الاعلاميه كلها موجوده، شافت اللعيبه قد ايه، كل اللعيبه في الايباد بتاعه بيتفرج على المباراه بالظبط وبيشوفوا فعلا. للراجل. ده كان بالتنسيق مع الجهاز الفني ولا لا ده طبعا، كان من اللاعبين؟ لا الجهاز الفني الجهاز والراجل الفني. اللي اتكلم. احنا على طول دايما كده يعني، دايما الفرقه اللي احنا بنلعبها بنتفرج عليها، واللعيبه بتاخد ملخص هايلايتس للمباراه اللي هي، لان برضه مش هيقدر يتفرج على كل المباريات مثلا، برضه يشوف الخصم اللي هيلعب عليه طريقه لعبه ازاي، وبيساعده طبعا موسي ويوشا وكل الموجودين يعني. واحنا برضه لما بيبقى في حاجه فنيه بنقدر محلل نساعدهم الأداء. فيها على الاداء. وبعد كده بدأنا احنا طبعا بقى بالمحاضرات، يمكن احنا كل يوم عندنا محاضره 7:30 قبل ميعاد التدريب، نشوف الحاجات الايجابيه اللي احنا عملناها سواء في المباراه اللي قبل كده، او نتفرج على فرقه الدحيل، او في نفس الوقت برضو التمارين اللي احنا بنتمرنها برضو كلها متصور كل يوم، نشوف برضو الحاجات الايجابيه والسلبيه. فاعتقد الحمد لله احنا واخدين من الاسباب كلها ومتوكلين على ربنا، وان شاء الله اعتقد ربنا ان شاء الله هينصرنا باذن الله. كابتن سامي قمصان مدرب نادي جدا زي ما حضراتكم سامعين، هناك استعدادات كاملة لمباراة يوم الخميس القادم. الكل الحقيقة في انتظار هذه المباراة، إن شاء الله تبقى مباراة تليق باسم نادي الأهلي وتليق باسم ممثل القارة الأفريقية وممثل مصر الحقيقة، لأنها في النهاية حاجة جميلة جدا إن أنت تبقى متواجد في كأس العالم للأندية، حاجة جميلة جدا إن أنت تكون بتلعب في وسط عمالقة كبار جدا، أفضل الفرق في كل القارات أو في كل قارات العالم. نتمنى إن شاء الله إن إحنا إن شاء الله نستطيع أن نعبر يوم الخميس القادم ونلاقي فريق بايرن ميونخ. خلينا نروح لمفاجأتنا الثانية النهاردة، واحد من أفضل اللاعبين في وسط الملعب، أليو ديانج. أليو ديانج الحقيقة عامل شغل رائع جدا خلال الفترة الأخيرة، ارتبط كل جمهور النادي الأهلي اللي ارتبط بأليو ديانج، لأنه راجل جوه الملعب ما بيسيبش النملة تعدي، يعني الراجل مموت نفسه الحقيقة زيه زي كل لعيبة النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف هذا اللقاء الهام جدا مع أليو ديانج ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، لقاء اخر هام جدا قبل ايام قليله من انطلاق بطوله كاس العالم للانديه. معايا في هذه اللحظات اليو ديانج نجم خط وسط النادي الاهلي، وايضا معنا الدكتور عمرو محب القائم باعمال الترجمه. يا دكتور برحب بيك وبرحب باليو ديانج. شكرا جزيلا. في البدايه طبعا عايزين نتكلم معاه عن بطوله كاس العالم للانديه وايه بيمثل له المشاركه في هذه البطوله لاول مره مع النادي الاهلي. Tout d'abord, je veux savoir que vous présente pour toi la participation, ta première participation à la Coupe du Monde des clubs avec le club Ahly. Déjà, salam alaikum. Je salue tous les supporters, tous les fans du grand club Ahly. Nous sommes venus ici, nous sommes venus représenter l'Afrique, tout le continent africain. Alhamdoulilah, c'est ma première participation. Ça fait chaud au cœur. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est une compétition internationale. Donc, on va s'affronter au grand. Donc, Inch'Allah, on espère tout donner pour aller encore plus loin, Inch'Allah. في الاول هو بيحيي جماهير النادي الاهلي، بيقول هو موجود هنا مع النادي الاهلي بيمثلوا قاره افريقيا في كاس العالم في بطوله كبيره، حاجه زي كده طبعا بتسعد قلبه. مش اي حد يكون موجود هنا، مش كل فرقه تكون موجوده هنا، ويتمنى ان هو يبذل قصارى جهد ويؤدي افضل اداء عشان يمثل النادي افضل تمثيل. اليو زانج من اللاعبين اللي دايما جمهور النادي الاهلي بيحبهم جدا وبيبقى حابب دايما ان هم يشوفوه في ارضيه الملعب، لكن جت فتره كانت صعبه عليه جدا لما اصيب بفيروس كورونا، وتصادف اصابته بفيروس كورونا مع نهائي دوري ابطال افريقيا المباراه الاهم في الموسم. اتعامل مع الفتره دي ازاي تحديدا؟ Déjà, tu es un des joueurs les plus aimés par les supporters du club et déjà tu as été affecté par le virus du corona juste avec durant la période de la finale de la Coupe d'Afrique. Comment tu as vécu cette période? Ouais, ça a été une période très difficile pour moi parce que j'attendais énormément cette finale, mais Dieu faisant les choses, j'ai pas pu participer à cause du virus. Donc c'est un fait de Dieu. Donc je suis obligé de l'accepter et la vie ne s'arrête pas seulement à une finale. Inch'Allah, on aura l'occasion de jouer beaucoup de finales et j'espère inchallah participer à ces finales inchallah. طبعا هي كانت ظروف خاصه وصعبه بالنسبه له، لانكم
زي النهائي ده، ولكن الفيروس جه في وقت النهائي، ودي قرايه ربنا ما اقدرش اتكلم فيها، بس لازم نقبلها، ما عنديش غير ان نقبلها. والدنيا مش هتقف عند النهائي ده، اكيد ربنا هيكرم وهنلعب نهائيات تانية جديده ان شاء الله هيكون موجود فيها مع النادي الاهلي. المباراه الاولى امام الدحيل مباراه قويه جدا، بيفكر في المباراه دي ازاي وشكل المنافسه فيها من وجهه نظره؟ Oui, déjà, ça va être notre premier match. Ça, tout va se jouer sur le premier match. Et Inch'Allah, moi et mes coéquipiers, on va être concentrés comme on a toujours été. Et on va donner le meilleur de Max, le meilleur de nous-mêmes pour gagner notre première rencontre et voir les rencontres prochaines, Inch'Allah. بيقول هو اول مباراه، هتكون اول مباراه قدام الدحيل، وده ماتش مهم جدا هيحدد حاجات كتير. انا وزمايلي هنركز كالعاده وهنكون مركزين، هنبذل خسارة جهدنا عشان نادي افضل اداء عشان نحقق نتيجه ايجابيه في المباراه، ونشوف بعد كده هيحصل ايه. ده فيما يتعلق بكاس العالم للانديه ومباراه الدحيل، لكن عايز اساله سؤال مهم جدا، هو بيتعلق بتجديد تعاقده مع النادي الاهلي، والتجديد خد منه وقت قد ايه عشان يجدد ويمدد تعاقده مع الفريق؟ Nous avons ton contrat avec le club, ça a pris combien de temps pour toi pour prendre la décision de re-signer une autre fois pour le club? Et qu'est-ce que représente pour toi le fait d'être ici avec le club, de défendre les couleurs du club? J'ai pas pris du temps à réfléchir. Déjà, il me restait pas mal d'années. Donc, le club il m'a proposé d'ajouter l'année que j'ai écoulée. Donc, j'ai pas pris du temps à réfléchir. Directement, j'ai accepté. Et on verra dans l'avenir ce qui va se passer, Inch'Allah, avec ce grand club. قلت ما خدش مني وقت، هو كان في العقد كان في سنه، والنادي اقترح عليه او عرض عليه ان يزود السنه، نزودها ومضى عليها، وما كانش عنده اي مشكله خالص ان ياخد القرار ده ويمضي، وان شاء الله الايام الجايه يؤدي افضل اداء مع النادي. اخيرا، حاله عشق كبيره جدا ما بينه وما بين جمهور النادي الاهلي، فعايز منه رساله منه للجماهير الاهلاويه. Déjà, moi, je peux rien dire. Et partout où nous sommes, partout où on part, ils sont derrière nous et ils continuent à nous soutenir. Donc, je les remercie. On les remercie infiniment. Et Inch'Allah, on va tout faire pour les rendre fiers, pour rendre toute l'Afrique fière, Inch'Allah. قلت ما اقدرش اقول حاجه، في كل حته بنروح بنلاقيهم في ظهرنا وبيساندونا. انا بشكرهم جدا، شكرا جزيلا، وهنبذل قصارى جهدنا عشان نخليهم فخورين بينا، هم وكره افريقيا كلها تبقى فخورين بالنادي الاهلي. بشكره وبتمنى له التوفيق ان شاء الله. انتوا ميرسي. تايم جدا برضو من اليو ديانج. الحقيقه اليو ديانج اول ما جه، وخلوني افتكر مع حضراتكم ايه اللي حصل. اليو ديانج اول ما جه النادي الاهلي كان كلام كتير جدا، هو مين اليو ديانج ده وهو جاي يعمل ايه في النادي الاهلي؟ الحقيقه عندنا لجنه تخطيط بتعرف تختار كويس جدا، سواء الكابتن محسن صالح، سواء الكابتن زكريا نصف، وطبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس هذه اللجنه. قدروا الحقيقه ان هم يشوفوا اليو ديانج ويختاروه، لان هم عرفوا قد ايه هو هيكون مناسب جدا للنادي الاهلي وطريقه لعب النادي الاهلي. اليو ديانج الحقيقه من ساعه ما لعب وحط رجله في الملعب، وكل جمهور النادي الاهلي بيحب هذا اللاعب، بيحب هذا اللاعب لانه من اللاعبين اللي بيموتوا نفسهم جوه الملعب، من اللاعبين اللي عايز يعمل كل حاجه عشان يبقى كويس، من اللعيبه اللي عايز دايما يكسب. علشان كده الحقيقه اختيارات كانت رائعه الحقيقه من لجنه التخطيط ومن كل القائمين على موضوع التعاقد مع لاعبين جدد. الحقيقه كلهم عاملين شكل رائع، سواء اليو ديانج من قبله الحقيقه كان جونيور اجاييه، وكل اللاعبين اللي جابهم النادي الاهلي خلال هذه الفتره الكل مبسوط بيهم، خصوصا هذا اللاعب الرائع الحقيقه اليو ديانج. نتمنى له يا رب، سواء هيلعب او مش هيلعب، مش عارفين لسه مين اللي هيلعب النهارده بقى، وابتداء من النهارده وبكره وبعده هناخد راي حضراتكم دايما في التشكيل اللي حضراتكم شايفينه مناسب للنادي الاهلي. احنا كلنا ممكن نحط تشكيل ونلاقي المدير الفني بيحط تشكيل تاني خالص، وهو ده اللي انا كنت بتكلم عليه في البدايه، ان المسانده واجبه، مالناش دعوه بقى هو يحط مين، هو الاقرب، هو اللي قاعد وسط اللعيبه، هو اللي شايف اللعيبه، هو اللي في وسطهم وسط التمرين، هو اللي شايف مين اللي بينام ومين اللي ما بينامش ومين اللي تعبان ومين اللي كويس، فبالتالي من حقه يختار. احنا ما علينا الا المسانده خلال هذه الفتره، المسانده المسانده المسانده. التشكيل اللي هيلعب بيه ان شاء الله يوم الخميس القادم رؤيه فنيه لموسيماني، مش رؤيه فنيه لاسلام ولا رؤيه فنيه لمحمد ولا لا رؤيه فنيه لموسيماني.
احنا علينا بس ان احنا نساند، وهو بسم الله ما شاء الله في الفتره الاخيره حتى لو كان عنده خطا في بدايه التشكيل بيقدر يصلح ده في الشوط الثاني. عشان كده كل ثقتنا، كل الثقه الكبيره جدا في المدير الفني والجهاز الفني وكل اللاعبين اللي متواجدين، وان شاء الله ان شاء الله نعمل ماتش كويس جدا، والنتيجه دي نسيبها لربنا نشوف ايه اللي هيحصل فيها. طيب كعادتنا هنا في هذا البرنامج دايما بنقول لحضراتكم سؤال خاص بالبرنامج، دايما بنحب نسمع صوتكم معانا ودايما بنحب نسمع رأيكم معانا. سؤالنا النهاردة كالعادة الحقيقة، كم عدد أهداف الأهلي في المونديال؟ كم عدد أهداف النادي الأهلي في المونديال منذ أن بدأت أولى المشاركات سنة 2005 حتى آخر مشاركة؟ كم عدد أهداف الأهلي في كأس العالم للأندية؟ هستنى كل إجابات حضراتكم، وإن شاء الله زي ما حضراتكم بتشوفوا دايما بنخصص فقرة في آخر الحلقة يكون فيها كل الكلام اللي حضراتكم بتبعته لنا. طيب خلينا بقى نروح للأخبار اللي عندنا النهاردة وآخر أخبار المواقع المصرية والعربية والعالمية. الشناوي متحفز لمقارعة الكبار على اللقب. المعز علي جاهزون للبطولة. أما كهربا الأهلي في المونديال بيقول كهربا نسعى لتخطي الدحيل ومواصلة مشوارنا في هذه البطولة. وأيضا صبري المشي المدير الفني لفريق الدحيل القطري بيقول يجب أن نضع أقدامنا على الأرض وفرص الأهلي أكبر من فرصنا. مش عارف يعني، أنا بشوف أن صبري المدير الفني، صبري لموشي المدير الفني لنادي الدحيل القطري بيعمل عملية تنويم مغناطيسي. هل ده ممكن يحصل؟ كالعادة الحقيقة دايما هتوجه لزملائي اللي بيكونوا دايما متواجدين معانا خلال هذه الفترة، الأستاذ كريم سعيد. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن؟ تشرف ومنور. ازيك يا كابتن؟ ازيك حضرتك؟ مساء الخير لكل مشاهدي قناة الاهلي. ربنا يخليك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. مبارك، تشرف ومنور. دكتور احمد ثابت يعني دايما متواجد معانا. شرف ليا التواجد مع حضرتك. ربنا يخليك. التنويم المغناطيسي في البدايه، التنويم المغناطيسي احنا كنا بنقول على موسيماني في الاول لو تفتكروا في الاول ايام سان داونز كانت، ودي طريقه من الطرق اللي دايما بيتعامل بها المديرين الفنيين. يعني مورينيو واحد من المديرين الفنيين اللي عندهم القدره ان هو يشتغل نفسيا وكل حاجه قبل اي شيء. طبعا هو جزء نفسي، سواء ان انت بتضغط على المنافس او ان انت بتخليه في وضع بعيد عن التركيز. يعني مثلا هعمل نوستالجيا بسيطه كده، مستر مانويل جوزيه لما جه في الولايه الثالثه وكان نادي الزمالك متفوق على النادي الاهلي بست نقاط. انا مش فاكرها دي. متفوق بست نقاط يعني. اوكي، ده موسم مهم جدا. أوكي. كان الكابتن حسام حسن مدير فني للزمالك. لا اصل انا فاكر ان كان في فتره دايما. نعم. يعني النادي الاهلي هو اللي بيكسب على طول. لكن في الموسم ده كان نادي الزمالك متفوق بست نقاط على النادي الاهلي، وكان كابتن حسام حسن مدير فني نادي الزمالك، ومانويل جوزيه جه في وسط الموسم، وكان اهم لاعب في نادي الزمالك هو شيكابالا. طيب مستر مانويل ساعتها ما لعبش بنفس الاسلوب بتاع صبري لاموشي او بتاع موسيماني لما كان في سان داونز، ان انا اقول لك انت كبير وانت جامد وانت مفيش حد هيكسبك. ده اسلوب، لا، مانويل جوزيه استخدم اسلوب مخالف تماما. وقال يا جماعه ببساطه نادي الزمالك يسهل الفوز عليه، اعمل بس مان تو مان على شيكابالا والفرقه خلاص شكرا مش هتعمل حاجه. من بعد التصريح ده نادي الزمالك فعلا كل منافسين نادي الزمالك بداوا يلعبوا. والله يا كابتن، والله يلعبوا. انا مصدقك عادي، بس انا عارف ان الراجل ده ليه حاجات اصله غير طبيعيه. قعد يلعبوا مان تو مان على شيكابالا، ونادي الزمالك فعلا ضغط عصبيا. كابتن ابراهيم حسن وافتكر كابتن حسام حسن ساعتها اتعصبوا جدا بسبب التصريح ده وبداوا ينفعلوا، بدا الفريق يخرج عن تركيزه. النادي الاهلي في اخر الموسم افتكر يعني، وممكن طبعا الساده المشاهدين يصححوا لي لو انا غلطان في عدد النقاط، النادي الاهلي فنش الدوري ده فارق عن نادي الزمالك بازيد من 6 نقاط. فده اسلوب وده اسلوب. طيب دكتور احمد، هتكلم عن دلوقتي الكلام اللي بيقوله صبري لموشي ان هو بيتكلم دايما على ان النادي الاهلي هو الاكبر. النادي دي الحقيقه يعني ما يقدرش حد ينكرها، ولكن في النهايه عنده فريق قوي يستطيع ان هو يجابه بيه النادي الاهلي. طبعا
هي برضو دي فكرة الحرب النفسية قبل المباريات الكبيرة مهمة جدا. ازاي تكسب الحرب النفسية؟ ازاي تحط المنافس تحت ضغط؟ برضو هدي مثال تاني، كابتن سيد عبد الحفيظ الموسم اللي هو اللي كان في نادي الزمالك كنا احنا لسه في مرحلة بناء، عارف ازاي لاعب نادي الزمالك بالتصريحات، وازاي ان احنا نرجع من موسم كان واحد من اصعب المواسم اللي عدت في تاريخ النادي الاهلي، وازاي قدر بتصريحاته ان احنا في الاخر عارف ازاي يلعب المنافس نفسيا. دي حاجه مهمه جدا في كره القدم، مش الحرب بس جوه الملعب او مش المنافسه بس جوه الملعب، لا ده بره الملعب كمان. طيب خلينا نروح لزميلنا امير هشام من ارض المونديال، هنعرف ايه اللي بيحصل دلوقتي، اعتقد ان ده من امام الملعب، هيقول لنا ماذا يحدث وايه اللي حصل النهارده في التمرين. خلينا نروح لزميلنا المتالق امير هشام. يا امير. يا كابتن اسلام تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، مش عارف مين معاك في الاستوديو، اكيد تحياتي ليهم برضو. احمد ثابت وكريم سعيد طبعا بيرسلوا تحياتهم ليك يا امير. أصدقائي الأعزاء، أحمد ثابت برحب بيه وبكريم سعيد طبعا صديقي العزيز، منورين أكيد يعني. أمير التمرين النهاردة مشي إزاي؟ الأمور كانت عاملة إزاي؟ اشرح لنا النهاردة إيه اللي حصل. طيب خلينا نبتدي بالحدث الأهم والأبرز في الحقيقة، وهو فيما يتعلق بالإصابات. ده السؤال والشغل الشاغل بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. احنا عندنا اثنين من اللعيبة المهمين جدا سواء محمد هاني أو حسين الشحات، النهاردة أمر غاية في يعني السعادة بالنسبة للجهاز الفني ان هو بالتالي كل اللاعبين متاحين بالنسبة له بعد مشاركة حسين الشحات في المران بالكامل، وأيضا محمد هاني شارك في التدريبات. لكن عايز أتكلم على كل حالة بالتحديد، النهاردة المران خفيف شوية كابتن إسلام، يا يعني مستر بيتسو موسيماني نزل بالحمل التدريبي شوية، خصوصا على مدار الأيام اللي فاتت كان فيه تدريبات قوية وتقيلة بدنيا يعني، فالنهاردة نزل بالحمل التدريبي شوية، بالتالي حسين الشحات شارك في كل التدريبات الكرة. يعني النهاردة كان فيه تدريبات، بعض تدريبات الكرة تقسيمة كده بسيطة في نص الملعب، حاجات خفيفة، لكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دلوقتي في يعني جمل تكتيكيه بتتعمل، عشان كده احنا من بره الملعب دلوقتي بنتكلم معاك، فبعض الجمل التكتيكيه اللي بيركز عليها مستر بيتسو موسيماني، حسين شحات بيشارك في الجمل دي بشكل طبيعي جدا. محمد هاني بعد ما شارك في التدريبات الخفيفه بالكوره فتعمل له اختبار طبي كده علشان يشوفه هل ينفع ان هو يشارك في الجمل التكتيكيه اللي بيحاول ينفذها مستر بيتسو موسيماني او اللي بيحاول يحفظها اللاعبيه، نجح في الاختبار الطبي ده بالتالي بقى بيشارك في هذه التدريبات بشكل طبيعي. اذا يعني الاهلي خالي من الاصابات طبقا للي احنا شفناه لحد ما اطلع معاك من 3 دقائق قبل كده، وده امر مبشر واخبار سعيده في الحقيقه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، خصوصا ان هم اثنين من ابرز لاعبي الفريق وبيعتمد عليهم مستر بيتسو موسيماني بشكل اساسي في مختلف مبارياته. في كل الاحوال ايا كان هم هيكونوا موجودين بشكل اساسي في المباراه المقبله امام الدحيل او لا، لكن هو امر ايجابي ان كل اللاعبين يكونوا متاحين بالنسبه للراجل عشان يقدر ان هو يفكر بشكل في اريحيه اكتر بخصوص استراتيجيته، سيناريو خاص بالمباراه على حسب طبعا رؤيته الفنيه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني. النهارده كمان بعد او بالتحديد مع بدايه التمرين كان في احتفال كده باكرم توفيق، ممر اتعمل له عشان يعدي واللاعبين يعني يخبطوا على دماغه مثلا او حاجه، ده كان بسبب ان هو يعني رزق بتوفيق الصغير النهارده، فجاب طفل سماه توفيق، يعني توفيق اكرم توفيق، اللاعبين احتفلوا بيه والجهاز الفني قبل بدايه المران. بس يعني دي ابرز الاحداث بخصوص مران اليوم، الامور حتى الان ماشيه بشكل كويس. مستر موسيماني كمان ركز على الكرات العرضيه في التدريبات، منها جمل معينه عايز ينفذها في الكور الثابته وايضا في الركنيات كمان تحديدا، يعني كلها امور مهمه، فيعني امر جيد والامور في الحقيقه كابتن اسلام ماشيه بشكل جيد، وفي جاهزيه كبيره جدا بالنسبه للاعبين بشكل عام، وفي حماس كبير. الحماس ده نتج عن يعني كدمات بسيطه لا تذكر في الحقيقه، بس انا بحب دايما اعيش جمهور النادي الاهلي في كل الكواليس والاجواء، يعني مثلا حمدي فتحي كانت بسيطه جدا يعني كمل المران، كانت في كره مشتركه مع صلاح محسن، مروان محسن كمان كدمه في الوجه كانت بسيطه وكمل المران عادي، لكن كل
ده ناتج عن الحماس الكبير عند اللاعبين وان هم حريصين اشد الحرص على اثبات يعني تواجدهم داخل التدريبات ومن ثم المشاركه بشكل رسمي في المباريات. يعني دايما جمهور النادي الاهلي بيبعت لنا واكيد بيبعتوا لك وبيبعتوا لكل الناس عايزين يعرفوا التشكيل، عايزين يعرفوا هل في بوادر حصلت، هل في حاجه حصلت. انا عارف طبعا انت مش هتتكلم في هذا الامر، ولكن ممكن امتى نعرف او الناس تعرف موسيماني استقر على التشكيل ولا لا؟ طيب ممكن اقول لك ان ده ممكن يحصل من خلال او بدايه من مران الغد يا كابتن اسلام. اهم مران اعتقد بالنسبه للنادي الاهلي هو مران بكره يوم الثلاث اللي بيسبق المباراه ب 48 ساعه، فاكيد مستر بيتسو موسيماني ممكن يستقر من خلاله على التشكيل الاساسي اللي هيلعب بيه مباراه الدحيل يوم الخميس باذن الله، خصوصا كمان بعد عوده المصابين سواء طبعا حسين الشحات او محمد هاني. أيوة. فبكره الدنيا هتتضح بشكل اكبر بخصوص تشكيل النادي الاهلي، بس حتى لو يعني التشكيل بان او حاجه هيبقى صعب ان احنا لا طبعا يعني انا عارف، بس هو الناس بتسال دايما امتى هيستقر موسيماني على التشكيل، خصوصا يعني. خصوصا اكيد هيستقر خلال ال 48 ساعه اللي جايه بتحديد مران الغد، بس عايز اقول لك خصوصا كمان ان يعني هنا في قطر او هنا في المونديال الناس كلها بتتابع قناه الاهلي وبتتابع التدريبات وبقى يعني كله متشوق ان هو يشوف لاعب النادي الاهلي، فبالتالي يعني في سريه تامه بخصوص تشكيل النادي الاهلي في مباراه الدحيل باذن الله. وفي كل الاحوال نتمنى كل التوفيق لمستر بيتسو موسيماني ان هو يعمل مباراه جيده والاهلي يكون موفق في هذه المباراه يا كابتن اسلام كخطوه اولى ان شاء الله باذن الله في مونديال الانديه. امتى هيتمرن النادي الاهلي على الملعب الرئيسي اللي هيلعبوا عليه المباراه؟ باذن الله يوم الاربعاء هيكون المران اللي هيكون على الملعب اللي هيستضيف مباراه الاهلي والدحيل، وهيكون المران في نفس توقيت المباراه الساعه 8:30 بتوقيت المونديال، الساعه 7:30 بتوقيت القاهرة، فده هيكون موعد المران الأخير بالنسبة للنادي الأهلي هنا، ويعني هيبقى أيضا مش مران قوي قوي، هيبقى مران خفيف شوية من قبل الجهاز الفني، وخلاص أنت تبقى داخل على مباراة أنت أكيد عارف الأمور دي طبعا يا كابتن إسلام. هيبقى يعني زي تراي ماتش خفيف، الأمور هتبقى مش بالقوة أو مش تدريبات بدنية قوية جدا بالنسبة للاعبين، خلاص يعني اللاعبين في الحقيقة جاهزين بدنيا وفنيا بشكل كبير جدا، يبقى بس التوفيق من عند المولى عز وجل بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه يوم الخميس. خليني بقى كابتن اسلام قبل بس عايز اسالك برضو في جزئيه الملعب دي يا امير، هل حد راح شاف الملعب الرئيسي ولا الاجراءات بقى بتخلي لا يوم الاربعاء بس هو اللي هيبقى فيه ان احنا نشوف الملعب؟ ما هو ده مرتبط بالكلام اللي انا كنت هقوله لحضرتك يا كابتن اسلام دلوقتي، يعني هو ممنوع طبعا ان حد يروح يشوف الملعب اطلاقا، ما ينفعش اي فرد يخرج بره الاوتيل. وانا هحكي لك موقف طريف جدا حصل امبارح بالليل بالنسبه لبعثه فريق اولسن هونداي البطل اسيا، وكان المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق ده يعني خرج بره الاوتيل وهو مش قصده، يعني الراجل ركب اسانسير غلط فالاسانسير نزله في مكان كده، المكان ده يخرجه بره الاوتيل فالكاميرات رصدته، يعني الناس شافته على الكاميرات فسابوه خالص لغايه لما حاول يدخل تاني الاوتيل غصب عنه، فدخل الاوتيل فقالوا له تعالى بقى اتفضل كده معانا، اطلع اوضتك 48 ساعه لغايه لما نعمل لك مسحه تطلع نتيجتها تتعامل طبيعي، غير كده ما تخرجش غير كده ما تخرجش بره الغرفه بتاعتك اطلاقا. بالفعل النهارده اتعمل له مسحه الراجل طلع غلط نتيجتها طلع غلط غصب عنه، بس مفيش يعني هزار يعني مفيش هزار، ما ينفعش حد يخرج، ما حدش يخرج اطلاقا من الفندق، هو يعني الراجل اتلخبط في المكان، يعني ممكن يكون كان رايح محاضره مثلا لفرقته مع الجهاز الفني او رايح يتناول وجبه الغداء او العشاء او الفطار مثلا، لكن الراجل ما كانش عارف ضل الطريق يعني فبالتالي اتعمل له فعلا مسحه النهارده وهو في غرفته مش هينفع يخرج بره الغرفه اطلاقا غير لما تطلع نتيجه المسحه. كنت بتكلم عارف يا امير، كنت بتكلم مع وائل جمعه امبارح او اول امبارح، كنت بتكلم معاه قال لي انا بيتي جنب الاوتيل على طول ما بعرفش اروح، فيعني ده برضو دليل على الكلام اللي انت بتقوله.
كان معانا على التليفون النهارده كابتن وائل جمعه في الحقيقه، وطمن على الفرقه وعلى البعثه بشكل كامل بصراحه. وحتى هو قال لي في التليفون ان هو كان نفسه جدا ان يجي يزور بعثه النادي الاهلي، خصوصا ان هو قريب جدا من مقر اقامه الفريق، حتى لو هو مش قريب يعني كان كلنا في مكان واحد، فصعبان عليه ان هو مش عارف يجي. لكن طبقا للاجراءات الاحترازيه المشدده والفقاعه الطبيه المتواجد فيها بعثه النادي الاهلي، فبالتالي الامر صعب ومستحيل ان اي حد يدخل يزور البعثه بسبب كل هذه التشديدات يعني القويه. انت عارف يا امير برضه انا متواصل مع طبيعي كتير من لازم هنتعامل مع الموقف، ولكن كلهم بيقولوا لي ولا حد عارف يخش ولا حد عارف يخرج. انا بس ما كنتش مصدق الكلام ده قوي، لكن مع الكلام اللي انت بتقوله لنا وموضوع المدرب العام بتاع كوريا الجنوبيه اعتقد ان كده الوضع يعني المدرب المساعد او المدرب المساعد يعني اعتقد ان الوضع كده واضح جدا يعني ان لا دخول ولا خروج لاي فرد طبعا. بالظبط الموضوع ما فيهوش هزار خالص يا كابتن اسلام، لاي فرد ما فيش الكلام ده خالص، ما حدش يقدر يخرج بره الاوتيل. عايز اقول لك احنا مستنى ميعاد التمرين يعني عشان نخرج مع الفرقه نروح نتفرج على التمرين، هتبقى حاجه مختلفه شويه عن الاقامه في 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 مقر النادي الاهلي هنا في الفندق. طب ممكن تشرح لنا ايه اللي بيحصل؟ اللعيبه بتبقى قاعده ازاي في الفندق يعني مع الزهق ده؟ اللعيبه بتبقى قاعده ازاي في الفندق؟ انتوا نفسكم بتبقوا قاعدين البعثه كلها يعني؟ خليني اقول لك يا كابتن خليني اقول لك يا كابتن اسلام ان يعني متوفر للبعثه او للفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي تحديدا العاب بعض الالعاب الترفيهيه ابرزها بلاي ستيشن 5، فيعني لما يبقى في وقت فراغ كده مفيش اي حاجه خالص يعملوها، لا محاضرات لا محاضرات ولا مثلا تمارين في الجيمنازيوم الخاص بالفندق والكلام من ده، بيروحوا يلعبوا يا اما بينج بونج يا اما بيلعبوا بلاي ستيشن 5. ابرز واحد في البلاي ستيشن في الحقيقه جامد جدا جدا طاهر محمد طاهر، يعني فظيع الراجل، شاطر جدا في البلاي ستيشن يعني بيكسب اي حد بيلعبه فدي امور بيكسب اي حد ما شاء الله عليه. ايوه فدي امور ترفيهيه عشان تكسر حاله الملل اللي عند اللاعبين. لكن خليني اقول لك برضو يا كابتن اسلام ان ده ما يمنعش اطلاقا او ما يقلش اطلاقا من مدى التركيز اللي متواجد طبعاً عليه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني بخصوص المباراه امام الدحيل القطري. كله بيفكر في المباراه دي، كله بيفكر ازاي نقدر نتخطى العقبه دي، ازاي نقدر نلاعب فريق دحيل. فريق دحيل بالمناسبه برضو عشان يعني نتكلم على استعدادات هذا الفريق، ابتدى استعداداته لمباراه الاهلي من يوم 28 يعني قبل ما الاهلي يوصل هنا بيومين بالظبط. دخل فقاعه برضو طبيه بيروح احنا وصلنا هنا يوم 29 بالليل. ايوه فهو اتمرن او ابتدى تدريباته ومعسكره المغلق يوم 28، فقاعه طبيه برضو متواجدين داخل فندق خاص بيهم، ما بيروحوش غير على الملعب للتدريب، بيستعدوا بمنتهى القوه. عندهم كمان خط الامامي بالنسبه لهم خط قوي جدا جدا، وده اللي اتكلم فيه مستر بيتسو موسيماني، بيمتازوا بالجانب الهجومي باعلى مستوى في الحياه، واللاعبين على المستوى الفردي لاعبين على المستوى الفردي جيدين جدا. اكيد عندهم بعض نقاط الضعف، دي حاجات بقى خاصه بالمدير الفني للنادي الاهلي، هو اكيد مذاكرها كويس جدا. بمناسبه برضو المدير الفني للنادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني، انا ما بشوفوش يا كابتن اسلام في الفندق اطلاقا، يعني الراجل واضح ان هو بيبقى قاعد في غرفته بيذاكر بس، ما بيعملش حاجه يعني مثلا ايه، يروح يفطر يتغدى يتعشى، ده اكتر حاجه بيعملها او ده اللي بيخليه يخرج بره الاوضه بتاعته يعني. لكن فيما عدا ذلك هو قاعد بيذاكر في اوضته بيشوف. عايزين برضو يا امير نبقى نعرف رد فعله على تصريحات صبري لاموش يعني صبري لاموش النهارده انا شايفه بيتكلم بيقول ان او هو بيصدر لنا احنا ان يقول لك ايه ان فرص الاهلي اكبر مننا بكتير، يعني لو قدرت برضو تجيب لنا رد فعل هذا التصريح يعني، لانه خلي بالك بيتسو موسيماني من المدرسه بتاعت صبري لاموشي يعني، هو دايما لما كان بيجي لما كان ماسك سان داونز وبيجي لاعب النادي الاهلي. انا كنت هقول لك اتفضل. الكلام ده يعني الكلام ده مش هخش على مستر بيتسو موسيماني بالذات يعني انت عارف يا كابتن اسلام يعني، فالراجل الراجل عارف التصريحات دي وعارف ازاي الناس بتفكر او بتحاول ان هي تلعب نفسيا على المنافس. مزبوط. مش هيأثر فيه الكلام ده اطلاقا. خليني اقول لك برضو ان هو مركز قوي في الفرقه ومركز قوي في ان هو ازاي يواجه الدحيل، مش مركز اطلاقا في مين قال ايه او الفني بتاعهم اتكلم قال ايه عن النادي الاهلي. هو مدرك قوي قيمه النادي الاهلي ومدرك جدا
حجم الفرقه وطموحات جمهور النادي الاهلي، كل ده خلاص يعني ملم بيه مستر بيتسو موسيماني من قبل ما يجي يمسك النادي الاهلي. فيعني صعب قوي التصريحات دي تخش يعني على مستر بيتسو موسيماني. تمرين قدامه قد ايه ويخلص؟ ففي العموم برضه هحاول يعني ان انا اساله يعني. تمام. تمرين النهارده خفيف يعني، اعتقد ابتدينا بالظبط من حوالي الساعه الربع يعني، ممكن كمان 10 دقائق او ربع ساعه بالكثير ويخلص مران الاهلي الثالث النهارده. وبعد كده اللاعبين هيتوجهوا للفندق، هيبقى في وجبه عشاء، وبعديها خلاص بقى كل واحد يبقى على غرفته يعني عشان يعني خلاص يناموا بقى، وبكره الصبح ان شاء الله يبقى يوم جديد بالنسبه للنادي الاهلي مليء باحداث برضو، هتكون احداث مهمة جدا. ودايما الاحداث بتبقى معاك يا امير ودايما بتنقلها لنا. اقول لنا عن المسحه برضو، اتفضل. المسحه النهارده كان في مسحه اتعملت الساعه 1:30 كده الظهر، ودي كانت بناء على طلب من بعثه النادي الاهلي. احنا يعني البعثه هنا كانت عايزه تطمن على الافراد كلهم بخصوص فيروس كورونا، خصوصا بعد اصابه العميد محمد مرجان. ده بخلاف المسحه الرسميه اللي هتبقى تحت اشراف الاتحاد الدولي لكره القدم، ودي اللي هتكون يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. احنا عندنا دايما في مصر مثلا بنعمل المسحه قبلها ب 48 ساعه قبل اي مباراه، لا هنا هتبقى قبلها ب 24 ساعه، لان هي المسحه النتيجه بتاعتها بتطلع بعد 6 7 8 ساعات بالكثير قوي تكون طلعت نتيجه المسحه يعني. بكره ان شاء الله باذن الله برنامج الفريق ماشي بشكل طبيعي جدا، نفس يعني البرنامج، فطار، بعد كده هيبقى فيه بقى محاضره فنيه من مستر بيتسو موسيماني، الغداء، التمرين، الامور ماشيه بشكل طبيعي، مفيش احداث بتبقى كتير قوي خصوصا في ظل الفقاعه الطبيه المتواجد بداخلها بعثه النادي الاهلي. يا كابتن اسلام دايما متالق يا امير وعامل شغل رائع الحقيقه يعني، الله يكون في عونك. طبعا تعبان، بتصحى من الصبح لغايه بالليل، لكن واجبك وكل جمهور الاهلي بينتظرك الحقيقه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا امير على وجودك معانا وعلى كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا لزميلنا امير هشام، نقل لنا الحقيقه كل ما يحدث زي ما حضراتكم شفتوا من الساعه 9 ولا 10 الصبح لغايه ان كمان 10 دقائق او ربع ساعه ينتهي التمرين. هنطلع فاصل او تقرير، نبدا بتقرير الاول، تقرير عن رقم 5، ماذا يعني رقم 5 في مونديال الأندية؟ وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنرجع بقى نبتدي كلامنا عن الفريق اللي هنتكلم عنه النهاردة، أولسن أو بالميراس هنتكلم عنه وهنشوف بقى قوته، نقاط ضعفه، نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد كده نرجع نتكلم عن فريق بالميراس. العدد 5 ارتبط بكأس العالم للأندية أكثر من مرة، البداية مع ريال مدريد الإسباني الذي شارك في البطولة 5 مرات، كما يحمل لويس سواريز الرقم القياسي في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في بطولة واحدة، حيث سجل جميع أهدافه 5 في بطولة عام 2015. ويعد الألماني توني كروس الأكثر تتويجا بكأس العالم للأندية 5 مرات، منها رباعية مع ريال مدريد الإسباني ومرة واحدة مع بايرن ميونخ الألماني في 2013 على حساب مفاجأة المونديال وقتها فريق الرجاء الرياضي المغربي. ونجح ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان في التتويج بلقب كأس العالم للأندية 5 مرات متتالية، بداية من عام 2014 وحتى 2018. الأهلي بطل إفريقيا كان حاضرا بقوة، حيث خاض 6 لاعبين من المارد الأحمر 5 مباريات في نهائيات البطولة العالمية، كما نجحت 5 فرق عربية في الحصول على المركز الرابع في مونديال الأندية، البداية مع اتحاد جدة السعودي في 2005، ثم النجم الساحلي التونسي في 2007، والأهلي في 2012، والجزيرة الإماراتي في 2017، وأخيرا الهلال السعودي في 2019. الأمر نفسه تكرر مع أندية المكسيك التي حققت المركز الرابع 5 مرات في البطولة العالمية. أما أندية اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم فقد حققت المركز الثالث 5 مرات والمركز الرابع 5 مرات أيضا،
وأنهى فريقان من عرب إفريقيا البطولة في المركز الخامس، وهما وفاق سطيف الجزائري في 2014 والترجي التونسي في 2018 و2019. وأخيرا نجح فريق مونتيري المكسيكي في تحقيق الفوز 5 مرات في 10 مباريات خاضها في البطولة العالمية. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا بقى نروح لزي ما قلت لحضراتكم، احنا اول يومين اتكلمنا عن فريق الدحيل القطري، نقاط القوه نقاط الضعف. امبارح اتكلمنا عن فريق بايرن ميونخ، النهارده هنتكلم عن فريق بالميراس اللي لسه كسبان، وايضا بالقضيه هنشوف بقى كلام كريم ودكتور احمد عن هذا الفريق. خلينا نبدا بارقام المدرب. كريم خليني ابدا معاك بارقام المدرب. نعم. تقول لنا ارقامه ايه واهم ما يميز هذا المدرب. طبعا قبل يعني خلينا نقول يا كابتن في البدايه ان ابل فريرا المدير الفني لبالميراس مدير فني شاب لم يسبق له الفوز باي بطولات، دي اول بطوله رسميه يكسبها في تاريخه، وكمان مدير فني برتغالي. طبعا عارفين العلاقه ما بين البرازيل والبرتغال عشان اللغه طبعا قريبه جدا، وبالتالي تجربته مع بالميراس تجربه فريده من نوعها، وخصوصا طبعا اللي اتفرج على السيمي فاينل كان قدام ريفر بليت الارجنتيني، كان سيمي فاينل رائع خصوصا ماتش الذهاب والتكتيك اللي هو لعب بيه. الماتشات بتاعتهم بتبقى حلوه قوي. نعم قوي. انت بتتكلم يا كابتن ايه ده، كسب في الارجنتين 3-0 واتغلب في البرازيل 2-0، وسيناريو بخلاف طبعا النتيجه اللي اتفرج على الماتشين. حتى ريفر بليت الفار لغاله بنالتي ولغاله اعتقد هدفين كان ممكن يرجع في النتيجه. كان طبعا ابل فريرا مدير فني شاب وصغير وبيعمل تكتيكات جديده وعامل افكار حلوه قوي قوي مع بالميراس، واعتقد برضو احنا لما نبقى على السكرين ممكن نقول الارقام ونبداها مع احمد شعر. طيب بما اننا بنتكلم عن هذا الفريق يعني كسب في الثواني الاخيره، خلينا نتكلم عن تشكيله الاول. تمام استعرض. اتفضل. طب خلاص اتفضل. انا مش عايزكم تمشوا بس هو اولا طبعا طيب. النادي ده اكتر نادي حصل على الدوري البرازيلي. طب ممكن قبل بس ما نتكلم عن التشكيل نتكلم عن ارقام المدرب علشان تظهر ارقام المدرب على الشاشه عشان تبقى واضحه للناس. هو المدرب كان ماسك براجا البرتغالي وباوك طيب. اليوناني. براجا اللي كان بيلعب فيه احمد حسن كوكا، وباوك اللي كان بيلعب فيه عمرو ورده طبعا. نعم. تولى تدريبهم من 4 قدامنا الارقام على الشاشه، من 4 نوفمبر 2020 لعب معاهم 26 مباراه، كسب 15 اتعادل 6 خسر 5. أيوة. احرزوا معاه 45 هدف بمعدل 1.7 في المباراه الواحده كل 90 دقيقه، ودخلت شباكهم 18 هدف بمعدل، اعتقد ده معدل جيد لاحراز الاهداف جدا. يعني وحتى الدفاع يعني هو ماشي بشكل متوازن. الدفاع بتاعهم دفاعيا اقوى من ارقام الدحيل واقوى من ارقام البايرن امبارح. يعني البايرن كان بيدخل فيه هدف في المباراه، مع اختلاف المنافسه طبعا مهمه بس دي، بس معدل استقبال الاهداف 6/10، ده رقم كويس، دليل ان هم فريق على المستوى الهجومي جيد وعلى المستوى الدفاعي برضو جيد. تمام خلينا نروح للتشكيل. نعم لو ممكن نروح لتشكيل بالميراس. اتفضل. ونشوف الفرقة يا كابتن إسلام لحد ما في معظم المباريات تلعب ب 4-2-3-1، لكن في وجهة نظري واحدة من أحلى التاكتكس اللي عملها أبل فريرا كانت قدام ريفر بليت لما قلب الطريقة ل 3-4-2. وهنا لازم نتكلم على اللاعب المحوري ماركوس روشا الرايت باك بتاع الفريق وازاي بيستغله كمساك، وهنا ممكن نشرحها للساده المشاهدين اللي ساعات عندهم لخبطه شويه ما بين ال 3-5-2 الكلاسيكيه وال 3-4-3 اللي ابدعها جوارديولا لما شال الاثنين المساكين من على الاطراف وعوضهم بالفول باكس، بمعنى ان جوارديولا قدم لنا فكره جديده للثلاثه ان انا النهارده مش شرط الثلاثه اللي ورا يبقوا مساكين بس، لا انا ممكن استغنى على الطرف هنا وعلى الطرف هنا عشان احط اثنين فول باكس يبقوا صراع ويردوا. عشان كده امبارح حتى واحد بيتكلم على بيان حضرتك فاكر كنا بنقول ان ديفيد الابا كان اصلا فول باك وبعد كده تحول ليه دي مثل. الطريقه برضو خلي بالك شبيهه يعني برضو للناس اللي عايزه او للجمهور اللي بيشوفنا وعايز يفهم الموضوع اكتر، دي قريبه جدا من طريقه 3-4-3 اللي كان بيلعب بيها مانويل جوزيه. صحيح أيام بس طبعا بشكل مختلف، لكن هي تقريبا هو كان بيلعب الباكين بيلعبوا على الخط كله بيدخل
الأجنحة لوسط الملعب أو لعمق الملعب. صحيح. وبالتالي أبل فيريرا قدام ريفر بلات أمانة يعني فاجئ الفريق الأرجنتيني بطريقة طبعا كان حامل اللقب. يعني ريفر بلات كان هو حامل لقب ليبرتادوريس من الكلاسيكو طبعا بتاع السنة اللي فاتت بوكا جونيورز، وقدر إن هو يتأهل على حسابه للفاينل. والتشكيلة اللي قدامنا بنتكلم على ماركوس روشا، ده لعيب لازم نخلي بالنا منه، ده محوري جدا، لعيب فول باك وبيتم استخدامه في لما أبل فيريرا بيقلب الطريقة ل 3-4-2-1 طبعا. والوان وجوستافو جوميز الاثنين مساكين، اثنين كويسين جدا جدا، لكن عندهم مشاكل في الكرات العرضية، وطبعا دي هنتكلم عليها النهارده طبعا في حالات التحليل. وماتيز فيينا هو الباك الشمال ونص الملعب طبعا، واحد من امتع اللعيبه رافائيل فييجا، بيسدد بيرقص بيدربل بيعمل كل حاجه. انا بشوف دائماً واحد من اللاعبين المتكامل، ما فيش لعيب متكامل طبعًا. يعني ولكن بالنسبه لي بيدافع كويس جدا، نعم، بيعمل ثرو باسز كويس جدا، نعم، الباس بتاعه القريب والبعيد كويس جدا، نعم. وطبعا دانييلو معاه، وبعد كده جوزيه رافائيل. وعايز اقول فيه لعيب مهم جدا عندهم على الدكه اسمه باتريك ديبوالا. باتريك ديبوالا ده اصلا حكايته لطيفه قوي، ان هو من صغره كان بيحب الفرقه دي وبدا يسعى كتير عشان يلعب لها، وكان عايش في حي فقير جدا لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى نجحه، قدر بقى النهارده واحد من ابرز لاعبي الفريق ومن الهدافين كمان وهو بيقعد على الدكه. وطبعا في الجانب الهجومي مينينو طبعا لعيب افضل اسيست عندهم، بيعمل اسيستات مينينو. وطبعا لويس ادريانو حدث ولا حرج، المهاجم السابق لميلان، شختار، سبارتاك موسكو، طبعا لعيب احنا عارفينه، وكمان اللي بيلعبوا لعبه فيفا عارفينه كويس جدا، واحد من اسرع اللعيبه في فيفا وانت بتختار فريقك في الالتيمت تيم. وطبعا اخر حاجه عندنا الليفت وينج روني، وطبعا لعيب مميز، فرقه ممتازه جدا وفرقه سريعه. طيب خلينا بقى نروح لاهم نقاط القوه يا دكتور، نقاط تمام. القوة اللي بيتميز بيها بس أنا ليا تعليق بس على التشكيلة. جوميز الأول، جوستافو جوميز اللي هو رقم 15 قلب الدفاع، ده ليدر من ورا، هو كابتن الفرقة وهو من باراجواي أصلا. أيوه. عنده مميزات كتيرة جدا، واحد من أهم اللي بتديهم صلابة دفاعية واضحة جدا، مميز بالتاكلينج، مميز بالالتحامات، مميز بالاستخلاص الكرات، ليدر دايما. لما يبقى عندك مساك من ورا ليدر بيقود الفرقة، بيعرف يطلع الأربعة إمتى ويرجع امتى، دي بتفرق معهم جدا. جوستافو جوميز اللي هو رقم 15 كابتن الفريق. ما عندهم ظاهرين ولا اروع، يعني اثنين كويسين جدا، سواء روشا زي حضرتك كده كنت حضرتك بتلعب في بعض الاحيان ظهير ايمن وساعات شفنا ستوبر مساك او ليبرو. ماركوس روشا عنده الميزه دي، بيلعب في الحتتين، وهو اعلى لاعب في الفرقه في التاكلينج الصحيح، مميز قوي بحته التاكلينج الصحيح. نيجي للباك ليفت ماتياس فينا، واحد من الأظهرة المتكاملة على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي، مميز هجوميا ومميز دفاعيا. دانييلو اللي الارتكاز ده صغير في السن، عنده 19 سنة، بيعتمد عليه لأنه هو معدل جريه كتير جدا، زي ما حضرتك قلتوا على رافائيل فييجا، لعيب مميز، هو شبه خيمس رودريجيز، يعني اللي ما شافوش يفتكر معانا كده او يبص على خيمس رودريجيز، نفس لمسته للكوره، لعيب اشول مميز جدا بالتمرير الطولي، عنده اهم ميزه فيه كمان التسديدات من مسافات بعيده، بيلعب الضربات الثابته والضربات الركنيه كلها. رافائيل فييجا ده يعني هو هداف الفرقه في الدوري اصلا، 11 هدف. نيجي بعد كده ليه جوزيه رافائيل، ده برده مميز بحته ان هو بيكمل وبيدافع. رافائيل فييجا هو اللي بيتحول اكتر كصانع العاب. الاثنين الاجنحه عندهم حدث ولا حرج عنهم، بالذات روني ده هداف الفرقه في البطولة أمريكا الجنوبية، واحد من الناس الخطيرين جدا، ودايما بيخش للعمق. روني عنده حتة الميزة ان هي التكملة للعمق، وعنده ميزة كمان ان هو بيلعب جناح يمين وجناح شمال، عكس مينينو ده مستر اسيست بتاعهم، بيعمل اسيستات كتير ولكن بيلعب ناحية اليمين اكتر. روني عنده المستين، يعني هو في كرة الهدف القاتل بتاعهم في النهائي، روني اللي عامل الاسيست، هو اصلا على الورق جناح ايسر، عنده حته لا مركزيه بيستخدمه لما بيبقى بينزل بعض البدايل، بيودي روني ناحيه اليمين، عنده مستين، بيلعب يمين وبيلعب شمال، عامل زي طاهر محمد طاهر كده في النادي الاهلي، او كهربا بيلعبوا برده في الحتتين. المهاجم طبعا اللي قدام لويس ادريانو، مهاجم الميلان السابق وواحد من الهدافين في الفرقه، وده عنصر خبره كبير جدا. وفي مهاجم تاني اسمه ويليان ده برضو لازم نحطه في حساباتنا، ان هو الاثنين عندهم واحد 34 سنه وواحد 35 سنه، الاثنين عندهم صغيرين يعني عنصر الخبره بالنسبه للكوره. هو لويس ادريانو لف حلوه سواء ميلان سواء في روسيا، يعني بيخلص بقى فهو عندهم المهاجم بيمتاز بحته الخبره سواء ادريانو او ويليان، الاثنين مميزين قوي عندهم عنصر الخبره. خلينا نروح بقى للمعدل العام للفريق بالكامل يا كريم. نعم، لو ممكن نروح للمعدل العام مره اخرى ونخلص من التشكيل.
لو ممكن يعني الصوره سيدنا احمد المعدل. ممكن نجيبها بقى على التاتش لغايه لما تجي لنا المعدل العام. يعني اعتقد ان الاهو جالنا خلاص يبقى معانا حالا او حقيقي. المشوار بالميراث الاول في البطوله معدل الاستحواذ للفريق، وده رقم مهم جدا بيعرفنا ان الفرقه ما بتلعبش على الاستحواذ بشكل كبير جدا، بنتكلم 51% وبالتالي ده مش رقم ما خلناش نقول ان ابل فريرا في كل مبارياته بيلعب على الاستحواذ او بينزل ياخد البوزيشن بتاع الماتش، والدليل على كده ان هو في بعض الاحيان بيلعب ب 3-4-2-1 اللي هي في الدفاع احنا عارفين بتتقلب ليه 5-4-1، يعني بيلعب بخمس مدافعين ورا، وبالتالي ده اسلوب استحاله يتماشى مع مدير فني بيسعى للاستحواذ في المباريات. معدل التمرير 496 واهداف هجوم الفريق كويس جدا 2.5 2.5، رقم كبير طبعا لفريق، وطبعا حلو جدا جدا معدل الاهداف اللي بتخش مرمانهم، بنتكلم اقل من هدف في المباراه يعني نص هدف، يعني انت ما تضمنش انك تقدر تجيب هدف رغم طبعا عندهم بعض المشاكل، ولكن طبعا تاني هنشرحها لما يكون معانا الصور. معدل التصويب على المرمى 13، وده برده بيورينا ان الفرقه لحد ما بتصوبش كتير، بتلعب على الارض اكتر ما بتفكر على التسديد على المرمى. اشتباك النظيفه كلين شيت 8 مباريات طبعا معدل كبير جدا. معدل عرضيات 10 برضو معدل ضعيف بالنسبه لفريق تاني بيلعب كوره على الارض. طبعا الكره البرازيليه دايما مشهوره ان هي بتلعب كوره باسنج جيم اكتر ما احنا بنلعب كروسات. والرقم الاخير اللي معايا معدل المراوغات الصحيحه 24 مراوغه صحيحه في المباراه الواحده، ده معدل رائع جدا لفريق برازيلي، اكيد في بلاي ميكرز كتير وبيقدروا يراوغوا المنافسين بشكل جيد. طيب خلينا بقى نروح لنقاط القوة دكتور أحمد. نقاط القوة طبعا الأول زي ما متعودين بنبين مين هدافين الفرقة، مين الأكثر أسيست في الفرقة، مين الأكثر عرضيات. أول حاجة طبعا معنا هدافين الفرقة روني، ده في بطولة أمريكا الجنوبية. أعتقد أن النهاردة القوة هي قلبت على بايرن شوية أكتر منها بالميرس ممكن، بس الهدافين بتوع الفرقة لو عرضناهم هنلاقي روني رقم 11 اللي هو الجناح الأيسر اللي أنا كنت بتكلم عليه، جايب 5 أهداف في البطولة. أيوه. يليه لويس أدريانو المهاجم بتاعهم اللي هو رقم 10 مسجل 5 أهداف، الاثنين جايبين 5 أهداف الجناح الأيسر والمهاجم بتاعهم. ويليان اللي هو المهاجم البديل في كم مباراة؟ في 13 مباراة في البطولة. هم لعبوا كلهم في البطولة 13 مباراة قدامنا. أي. الأرقام هي على الشاشة. نيجي بقى دول الهدافين، ويليان اللي هو المهاجم الاحتياطي مسجل 4 أهداف، هو بينزل دايما كبديل ومسجل مؤثر فبرضو ده نعمل حسابه. نيجي بعد كده لصناعه الاسيست او صناعه الاهداف روني اللي احنا اللي هو هداف الفرقه، يعني هو الاكثر تهديفا والاكثر صناعه. نعم. الاكثر اسيست عامل 8 أسيست. ايوه. جوستافو عامل 3 أسيست، ويسلي عامل 3 أسيست. لويس جوستافو طبعا برضو واحد من اللي هو قلب الدفاع اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه، اللي هو الليدر من ورا اللي هو عنده عنصر القياده، عامل 3 أسيست وهو مفتاح بناء الهجمه من ورا. تمام. الاكثر تصويبا او الاكثر محاولات على المرمى روني، كل الارقام هتلاقي فيها المميز روني. يعني سواء الاكثر تسجيل سواء الاكثر اسيست، الاكثر محاولات على المرمى برضو روني عامل 24 محاوله منهم 10 صح. رافائيل فايجا عامل 18 محاوله منهم 5 صح. جابريل مينينو عامل 15 منهم 10. يعني روني اللي هو الجناح الشمال ورافائيل فايجا الاثنين اللي احنا اتكلمنا عليهم هم الاكثر محاولات على المرمى. نيجي بقى للاكثر تمريرات، هنلاقي مين الاكثر تمريرات؟ جوميز اللي هو قلب الدفاع اللي هو الكابتن اللي هو من باراجواي، ده موجود في قائمه الاكثر اسيست، ليدر وبيعرف يحضر يطلع الفرقه ازاي، موجود اهو رقم 1 جوميز قلب الدفاع عامل 606 تمريره في البطوله. بس خلي بالك انا دايما لما بيجي نتكلم على قلوب الدفاع تحديدا هتلاقي عاملين دايما تمريرات كتيره جدا، لانه طبعا في تمريرات بتبقى ما بين الاثنين الاستوبرز كتيره جدا يعني. صح. في على في بتبقى تمريرات قصيره وفي تمريرات طوليه. بس جوميز برضو بتاكد ان المدافع ده كورته حلوه، يعني لما يبقى مثلا ارقام المدافع اللي على اليمين اكتر من المدافع، يعني مثلا كان بيبقى ايمن اشرف عندنا في بطوله دوري ابطال افريقيا هتلاقي ان تمريراته اكتر من المساك اليمين، ليه؟ لان ايمن اشرف احسن واحد كورته حلوه وبيعمل وبعد كده اسيست. جه بدري بانون فالاثنين بقى كورتهم عاليه جدا من تحت في تحضير الهجمه. ايوه. نيجي بعد كده للتمريرات البينيه، روني برضو كالعاده بيتصدر القايمه ب 12 تمريره بينيه اللي هي صناعه الفرص. يلي ماركوس روشا اللي هو الباك رايت الباك اليمين عامل 10 تمريرات حاسمة أو تمريرات بينية. نيجي للأكثر مراوغات، روني برضو 58 مراوغة منهم 29 مراوغة ناجحة.
خلاص يعني... تبقى نسميها روني وخلاص الفرقه بدل ما نسميها فريترو. كل ما نقول حاجه نقول روني. هو الاكثر مراوغه، الاكثر محاولات، الاكثر تسجيل، الاكثر اسيست، كل حاجه هو فيها الاكثر رقم واحد. روني روني روني. تاني واحد منينو اللي هو الجناح الايمن، عامل 40 مراوغه ناجحه. على فكره احنا معانا برضو لو جبنا الصوره اللي هي بتاعه الخريطه الحراريه هنلاقي الخريطه الحراريه بتاعه روني وبتاعه جابريل منينو بتبين برضو؟ ازاي بس بقى خريطه التحركات بتبين هما بيتحركوا ازاي يعني. روني على الورق ناحيه الشمال بس هو بيتحرك شمال ويمين، واخد لا مركزيه، صانع العاب، لعيب مهاري قوي، بيسجل اهداف، بيصنع. منينو اكتر ناحيه اليمين، عامل زي حسين الشحات كده، بيلعب ناحيه اليمين دايما وبيعمل الاوفرات، لعيب اللي هو جناح ايمن اكتر. لكن روني احرف، بيخش للعمق، بيلعب في اكتر من مركز. ايوه ده بالنسبه للمراوغات. طيب بما اننا عمالين نتكلم على روني يا كريم، خلينا نروح بقى للبروفايل بتاعه. اهم ما يميز روني في كل، هو واضح ان هو بيتميز بكل شيء. هو طبعا لعيب مميز جدا، لكن طبعًا. هو اكيد مش 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 كل الفرق، بس هو اكيد بنتكلم على لعيب هداف، 5 اهداف طبعا رقم كويس جدا في بطوله قاريه، وصناعه اهداف 8 برضو رقم مميز جدا ليه. نروح بقى للتصوبات، ربما في التصوبات يبقى الرقم مش على المنوال. طب الحمد لله. 24 تسديده على المرمى، 10 بس اللي ما بين الثلاث خشبات، يعني نسبه اقل من 50%. التمريرات الصحيحه له برضو ضعيفه، بنتكلم على 76% فقط من 163. والمراوغات طبعا هو في المراوغات فعلا لعيب مميز جدا، 29 مراوغه صحيحه من 58 محاوله مراوغات حاول يعملها. والتمرينات البينيه ثرو باسز عنده عاليه، بعمل 12 تمريره بينيه، رقم جيد اكيد لروني، واحد من نجوم فريق بالميرس. رافائيل براجا، رافائيل فيجا، فيجا طبعا اللي هو اللعيب الارتكاز احنا اتكلمنا عليه، اللي هو لعيب في بيلعبوا 4-3-3، هو اللي بيكمل دايما لقدام وهو صانع الالعاب. أيوه. رافائيل فيجا هو هداف الفرقه في الدوري، ارقامه في الدوري كمان اعلى من ارقامه في البطوله في امريكا الجنوبيه. أيوه. يمكن هو مسجل في الدوري 11 هدف، لو بصينا على ارقامه في البطوله هنلاقي ان هو لعب 10 مشاركات، مسجل هدفين، صانع هدف، معدل محاولاته على المرمى او عامل 18 تسديده، 18 تسديده ده عشان ده هو كده مميز بالتسديدات، بيسجل اهداف كتير جدا. وزي ما قلت لحضرتك هو شبه خيمس رودريجيز لعيب ريال مدريد السابق، طبعا يعني واحد من احسن اللعيبه اللي بتلعب بالقدم اليسرى، وبيسدد وبيكمل ولمساته حلوه جدا، لعيب تحب تتفرج عليه. المراوغات عنده 13 منهم 5 بس صح، والتمريرات البينيه 5. فرافائيل فيجا قريب جدا من الستايل من اللي ما شافوش من لعيب خيمس رودريجيز. مونينو، موني طبعا زي ما قلنا الرايت وينج للفريق، واحد من ابرز اللعيبه ومهالي بشكل كبير جدا، وكمان له دور دفاعي هنبقى نشرحه طبعا معانا في الحالات. لو معانا طبعا ارقامه على السكرين نقدر نقولها للساده المشاهدين. هو من الواضح ان هو فريق جيد جدا ايضا من الناحيه الهجوميه، ولكن هناك توازن ناحيه اليمين، ناحيه اليمين دي مهمه جدا جدا هنتكلم عليها كتير، توازن ما بين الناحيه الهجوميه والناحيه اليمين دي يعني بيبنوا عليها تقريبا 70% او 75% من هجومهم. بنتكلم عن مونينو، لعيب صغير في السن 20 سنه، طوله 177 سنتي، لعب طبعا 12 مباراه في ليبرتادوريس، احرز 3 اهداف، رقم كويس جدا لبطوله قاريه. صناعه الاهداف ربما يكون عدد قليل جدا انه يصنع هدف واحد فقط. التصويب على المرمى مميز مميز جدا. أيوة. من 15 تصويبه على المرمى 10 منهم ما بين الثلاث خشبات، فبالتالي نسبه نجاح ونجاعه كبيره جدا عند مونينو. وطبعا التمريرات اكيد لازم تكون اعلى شويه، 82% رقم جيد جدا لواحد من ابرز لاعبي الفريق. طيب خلينا نروح للاعب اللي بعد كده، ماتياس فينا. ماتياس فينا الباك الشمال، الباك الشمال ده واحد من اهم اللعيبه في الفرقه. انت دايما في الباك بتحكم سواء على القدرات الهجوميه او الدفاعيه. تعال نشوف الارقام بتقول ايه. هو اولا هو من اورجواي، هم عندهم واحد من باراجواي اللي هو الباك اللي هو المساك، والباك ليفت من اورجواي اللي هو ماتياس فينا. الارقام بتقول ان هو لعب 12 مباراه باك شمال، مسجل هدفين في البطوله وصانع 3، يعني مساهم في 5 اهداف، عامل زي علي معلول، مساهم في 5 اهداف في 12 مشاركه. المحاولات على المرمى عامل 10 محاولات على المرمى كباك ليفت، رقم مميز جدا، منهم 5 صح. التمريرات 399 تمريره. طب ايه الدور الدفاعي؟ هنلاقي برضو ان ارقامه الدفاعيه قطع التمريرات 84 تمريره. شوف الارقام الدفاعيه، يعني احنا كده اتكلمنا، نكمل بقيه الدور الهجومي، عامل 8 مراوغات ناجحه من 26، والتمريرات البينيه 9، وعامل 26 عرضيه في 13 مباراه، رقم كويس جدا. يعني هو على المستوى الهجومي كده 10، يعني يعتبر 9.5 او 10 من 10. نيجي بقى للدور الدفاعي، ارقامه الدفاعيه عاليه جدا، قطع التمريرات 84 مره. استخلاص الكوره
65 مره منهم 6 في ملعب الخصم، برضه استخلاص الكرات 65 مره رقم كويس. الالتحامات الهوائيه 48، دخل في 48 التحام كسب منهم 30 التحام. 30 اذا لعيب مميز جدا على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي وعلى المستوى البدني، يعني لعيب مش بس هجومي، لا ده هجومي ودفاعي، وواحد من اهم الاسلحه اللي ساهمت في الحصول الفريق على البطوله. طيب خلينا نروح بقى لجوستافو جوميز. طبعا جوستافو جوميز بنتكلم على لاعب مساك ولاعب قوي بدنيا جدا، ربما يكون عنده بعض المشاكل في مساله الكرات العرضيه، لكن اكيد هنتكلم تاني عليها في لما تيجي معانا الحالات. طوله 185 سنتي، طول جيد جدا، لعيب من باراجواي، لعب 13 مباراه في ليبرتادوريس، جاب هدفين، رقم جيد جدا بالنسبه لمساك، حتى وصنع الاهداف مره واحده بشوف برده رقم جيد، ان اكيد المهاره دي مش مطلوبه منه. مهاره التمرير عنده عاليه جدا 88%، رقم جيد، والتحامات الهوائيه خد 57 من 83، ده برضو بيوريه ان هو عنده ربما بعض المشاكل. استخلص الكوره 8 مرات ملعب الخصم، لكن في المجمل استخلص الكوره 99 مره، برضو رقم جيد. قطع تمريرات 78، برضو رقم مميز جدا، يوضح ان هو قوي دفاعيا على الارض. طيب اخر واحد او اخر لاعب معانا مانويل وفيرتون اللي هو الحارس البرازيلي. أيوه. ده برضو واحد من اهم الاسلحه عندهم، حارس يعتبر جيد، هو برازيلي، عنده 33 سنه، يمكن هو اكبر لاعب في الفرقه، هو والمهاجم لويس ادريانو. ايوه. طوله 189 متر 89، عدد المباريات اللي لعبها 13. نيجي نبص من 13 شباك نظيفه كام، 8 من 13، رقم كويس، يعني خرج بشباك نظيفه 8 مباريات من 13. نيجي للاستقبال الاهداف، دخل شباكه 6 اهداف في 13 مباراه. الرقم الاهم كمان اللي هو عدد التصديات، تصدى 43 تسديده من اصل 48 تسديده، فهو يعتبر حارس برضو واحد من نقاط قوتهم هو عنصر الخبره، هو والمدافع بتاعهم اللي هو جوستافو جوميز، هما الاثنين بيدوهم تقل ورا وخبره كويسه جدا. تمام، خلينا بقى نروح للصور او نشرح للناس من خلال الصور اللي امامنا أهم الصور الدفاعية وأهم الصور الهجومية. لو ممكن نبدأ بالصور الدفاعية. خلينا نبدأ بالدفاعية. ماشي. نعم، نبدأ بالصور الدفاعية اللي معانا، وأعتقد دي بنتكلم يا أحمد على الضعف في الضربات العرضية. وفي مشكلة واضحة عند دفاع بالميراس في الكرات العرضية أو حتى الضربات الثابتة. نروح للصورة اللي وراها. الصور بتاكد ان كل يعني 90% من اهداف اللي دخلت شباكهم من ضربات ركنيه. أيوة. عندهم مشكله اللعيبه البرازيليين تحديدا في الفرقه، ان هم في حته التمركز في الضربات الركنيه ضعاف جدا. وضعا في الاعتبار ان باستثناء مباراه ريفر بليت كابتن هي كان 0-0 ودخل فيهم هدفين، بقيه المباريات اللي دخل فيهم اهداف من كرات عرضيه او كرات ثابته كانوا هم متقدمين في النتيجه. أوكي. يعني ما نقدرش نرجع هذا الامر للضعف الفني برضو في الامور دي، ولكن ممكن نرجعها لمشكله تركيز. صح. ان الفريق متقدم بهدفين، متقدم بثلاث اهداف فيخش في هدف، وده اكيد امر مقبول في بطوله قاريه. يعني نكمل الصور اللي بعد كده، برضو دي كان من مباراه من دور الثمانيه، نفس الامر الهدف، بس هنا كانوا متقدمين 3-0 في ملعب الخصم وقدر المنافس ان هو يجيب هدف. نكمل برضو للصور اللي وراها، دي تكمله الصوره، برضو في مشكله واضحه جدا عندهم في الكرات العرضيه. نكمل الصوره اللي وراها، برضو دي احد الكرات العرضيه، وبنشوف ان المنافس بيقدر يجيب هدف، وهنا برضو كان اعتقد كان متقدمين يعني في نتيجه 2-0. برضو نجيب برضو الصوره اللي وراها عشان نخش على الحالات اللي فيها بيرو. حاجات الهجوميه بقى، بس في صورتين في الدفاع اتمنى ان احنا نجيبهم. دي الخريطه الحراريه بتاعه روني. بص حضرتك على الخريطه الحراريه بتاعه روني، هتلاقي ان هو مش بس هو طبعا بيتحرك محمر اكتر ناحيه الشمال عشان ده مركزه الاصلي جناح ايسر، بس هو برضو نبص على الجنب اليمين هنلاقي ان هو بص حضرتك اهو كل يعني هو بيتحرك على الاطراف اكتر من العمق روني تحديدا، وبرضه بيخش للعمق جوه منطقه الجزاء في بعض الاحيان، ولكن هو عنده الميزتين. الصوره دي بتوضح كده ان هو بيلعب يمين وبيلعب شمال. ايوه. الخريطه الحراريه الثانيه لو بصينا برضه عليها هنلاقي منينو، هنبص هنلاقي ان هو دايما الخريطه ملتهبه دايما ناحيه اليمين، لكن روني عنده الحتتين اليمين والشمال، هنا وهنا. وهو ده الفارق ما بين الجناح ده والجناح ده. طبعًا. ان عنده جناح بيلعب في كل مكان روني. وجناح اخر بيلعب ناحيه اليمين فقط. اذا من اهم المميزات او من اهم نقاط الضعف في هذا الفريق هي الكرات العرضيه.
بالنسبه للبريمير نعم مظهور. اهم مشكله عندهم فعلا الكرات العرضيه الثابته او حتى المتحركه بس يتبقى بس صورتين اتمنى ان احنا ممكن لو ممكن نعرضهم اللي فيهم الافكتس بتاعه البيرو ان احنا نشرح ازاي ابل فيريرا بيستخدم ال 3 4 2 1 اتمنى يكون معانا على الشاشه عشان نبين ازاي فعلا هو مدير فني جيد وكمان عنده مرونه كبيره قوي قوي يا كابتن في تغيير الخطه يعني طبيعي ان كل المدربين النهارده في العالم بيستخدموا ال 4 3 3 وبيستخدموا ال 4 2 3 1 في معظم الاحيان لكن في مباراه ريفر بليت بصراحه كان في تفوق تكتيكي عالي جدا لبالميراس وخصوصا للطريقه اللي عملها ابل فيريرا بس طبعا لو الصور الاثنين دول مش متاحين معانا ممكن نخش على حالات الهجوم لغايه لما يجيبوا لنا الصور اعتقد نعم. ان هذا الفريق الحقيقه يتمتع بناحيه هجوميه كويسه جدا وناحيه دفاعيه مش هقول كويسه جدا ولكن جيده هو الهجوم طبعا عندهم حلول كويسه جدا يعني مثلا لما بنتكلم على الجناح الايمن وفكره انك بتخترق دايما المنافسين بطريقه على الارض وكمان تعمل الثنائيه الهجوميه بتلعب كره على الارض بعد ما انت بتكسر الاوفسايد جيم وعملوها كتير جدا في ليبرتادورس السنه دي فريق مميز جدا في الحته دي فده بيبين لنا كمان ان هم عندهم حلول كتيره هجوميه سواء من اليمين او طبعا او من الشمال تاكيدا برضو الكلام كريم على الباك اليمين اللي هو الماركوس روشا اللي هو قال ان هو بيلعب كباك الباكات اليمين دي الحمد لله الحمد لله الصور جت ونشرح سريعا فكره بيعملها ابل فيريرا لما تشوفوه او ما تسمعوا ان بالميراس بيلعب بتلاتة في الخلف نبدا نشوف بيدافع ازاي ببساطه يا جماعه بص على الجبهه اليمنى هو كون رباعي في شكل الدايموند طبعا احنا عارفين طريقه الدايموند الشهيره 4 1 2 1 2 طريقه طبعا مشهوره جدا في كره القدم ولكن هنا بيعمل الدايموند في ال 3 4 2 1 بطريقه ممتازه بيخلي الجناح بتاعه يضم وبيخلي لاعب خط الوسط في الاربعه يضم وكمان اللاعب الثالث اللي على الطرف في الثلاثة اللي في الخلف يضموا على الجبهة فيقفل الجبهة دي ويحط بس لو خدت بالكم في نص الملعب بيحط هاف ديفندر وحيد عشان يمنع مساحة التمرير المنافس ببساطة لو شفنا فرقة ريفر بليت ونشوف مثلا مايكل جايارد ميشيل جاياردو المدير الفني طبعا الرائع مع ريفر بليت لو فكر يقول لي لعبته اعملوا بيلدينج اب من ورا ويطلع بالكرة من نص ملعبك لنص ملعب المنافس اسف ما عندكش اي مساحه تمرير ليه لان لعيبه بالميراس متوزعه بشكل رائع جدا نروح نشوف الصوره الثانيه اللي ورانا ونشوف التنظيم الدفاعي الاكثر من رائع لفرقه واقفه 5 4 1 زي ما الكتاب بيقول نارو جدا مضيقين مساحات اللعب واقفين على خط واحد بشكل متوازي جدا المساحات مثلا لما كنا بنتكلم على الدحيل وبنقول ان في مشكله ما بين الفول باك والمساك ومساحه كبيره جدا صعب جدا انك تشوف المساحه دي هنا اهو وحتى لو ريفر بليت فكر انه يقلب الهجمه للناحيه الثانيه ويعمل الكروس باس من اللاين لللاين هيلاقي على طول الدفاع راح مرحل نفسه للجبهه الثانيه باقصى سرعه وبالتالي بيقدر يقفل وعشان كده ريفر بليت قدر في المباراه دي رغم انه لعب ب 5 4 1 قدر انه يكسب 3 0 طبعا وضعا في الاعتبار ان ريفر بليت كان عنده حاله طرد في الشوط الثاني. طيب اذا ده كل شيء يخص بالميرس اتفضلوا معانا هنا لانه في الحقيقه عاملين شغل رائع جدا وتفصيلات رائعه جدا انا برضو حابب اشكر الدكتور احمد بيومي وزجاله الحقيقه في البيرو عاملين شغل وبصراحه كابتن اسلام من غير ارقامهم من غير شغلهم بصراحه احنا ما نظهرش الشغل بالشكل ده ومين اللي بيطلع لنا بقى الشغل يسرى طبعا 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 لازم فالحقيقه الشغل طبعًا. اللي معمول طبعًا. شغل رائع جدا وناس كتيره الحقيقه بتبعت لي اول باول مبسوطين جدا من الشغل اللي معمول فلازم نقول كل فريق العمل الحقيقه طبعًا. اللي عاملين شغل رائع في هذا الامر بالميراس من الفرق القويه ومن الفرق المؤهله او من الفرق اللي ممكن تقول ان هو مؤهل ان هو ياخد هذه البطوله ولا لا طبعا واعتقد كمان يعني بالميراس في السيمي فاينل بالشكل اللي احنا شايفينه ده ربما يعني انا حمدت ربنا بصراحه لما عرفت ان الدحيل هيلاعب الاهلي اكتر من اولسن لان اولسن فعلا هنتفرج على فرقه سريعه بكره هنتكلم احنا طبعا هنتكلم بكره اولسن احنا بنتكلم فعلا بلاي ستيشن لازم تجري كان معايا كابتن محمد عبد العظيم امبارح عظيمه هو لعب معاهم شويه قال لي نفس الجمله بالظبط قال لي ان هم ما بيفكروش غير في يعني جري بس فرقه قويه اولسن برضو يعني اولسن بالميراس الاثنين اقوياء جدا وبايرن ميونخ وطبعا النادي الاهلي يعني والدحيل يعني البطوله بصراحه هي البطوله كلها بطوله بايرن ما بايرن طبعا بايرن طبعا وبالتالي اذا من وجهه نظركم انتوا شايفين ان هو ممكن يوصل
طبعا. ده هيقول حاجه كابتن يعني ربما طبعا اكيد لما العالم كله يتكلم عن مدير الانديه دايما بيقول لك بطل اوروبا هو اللي هيلاقي بطل ليبرتادورس في الفاينل. انا اذا مثلا يعني طبعا يعني اتمنى طبعا ان الاهلي يكمل لاخر المشوار، لكن اذا ده الحل الاقرب او المنطق الاقرب لاي بطوله مونديال انديه، بالميراس منافس صعب جدا بسبب العقليه بتاعه ابل فيريرا في الدفاع. مش تفرق معاهم الجو مثلا يا دكتور، لانه احنا لما سافرنا اليابان فرقت معانا، لكن هم جايين بقى من الناحيه الثانيه على العرب، فاعتقد هيبقى الامر صعب. الانديه البرازيليه برضو متمرسه في كاس العالم للانديه، يعني هم عندهم اربع القاب، 8 وصول للنهائي، 4 بطل و4 وصيف. ايوه يعني عندهم خبره في البطوله دي، ان هو الانديه البرازيليه دي ساعه بيولوجيه، دي ما فيهاش خبره طبعا. يعني عارف بس لعب استراحوا الامارات وراحوا لعبوا البطوله، اتلعبت في الامارات واتلعبت في المغرب فعندهم يعني فعندهم يقدروا. بس طبعا في حاجه برضو مهمه النهارده بالنسبه للنادي الاهلي، التيشيرت بتاع النادي الاهلي ان هو يكون متواجد في متحف الاتحاد الدولي، دي حاجه تدعو للفخر بصراحه لاي اهلاوي. طبعا مهمه جدا، دي حاجه مهمه جدا، يعني بصراحه النادي الاهلي فخر لاي مصري واي عربي واي افريقي. النادي الاهلي ان التيشيرت بتاعه يكون متواجد بالصوره اللي احنا شفناها النهارده في متحف الاتحاد الدولي، حاجه تدعو للفخر لاي اهلاوي. طبعا الكبير كبير والنادي الاهلي هو الكبير بصراحه، كبير كبير ونص نص نص نص. انا بشكركم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره نكمل بقيه الفرق. بكره هناخد فرقتين. نعم مظبوط، تيجريسونال المكسيكي وناخد اولسن المكسيكي واولسن الكوري، علشان يبقى عندنا ان شاء الله فرصه يوم الاربعاء ان احنا نتكلم بقى عن النادي الدحيل والنادي الاهلي ورؤيتكم ان شاء الله لهذه المباراه. بشكركم كالعاده، شكرا جزيلا كريم سعيد واحمد ثابت، بشكركم شكرا جزيلا. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل اثنين من النجوم الكبار، اثنين من العيار الثقيل، النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن، وايضا النجم الكبير الكابتن احمد ابو مسلم، هنتكلم في كل ما يخص المونديال زي ما الاسئله بتودينا بقى. يعني لو رحنا للذكريات ماشي، لو رحنا للاسئله الفنيه ماشي، عندنا اثنين يقدروا يتكلموا في كل شيء. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم ونستقبل نجومنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب باثنين من النجوم الكبار للنادي الاهلي، النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن. يا كابتن عادل مشرف ومنور، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. اهلا كابتن اسلام، اهلا بيك. اهلا وسهلا. ايضا النجم الكبير الكابتن احمد ابو مسلم، ازيك يا سلم؟ ازيك يا اسلام، عامل ايه؟ سعيد طبعا معاكم، مع كابتن عادل طبعا. حبيبي ازيك يا كابتن عادل؟ كابتن عادل ابو مسلم، اقول ابو مسلم عادي. جيلي انت جيل واحد. جيل واحد هو اصغر شويه كمان والله. انا اصغر طبعا هو، بس يا كابتن خدوده كبيره. خدوده كبيره بس هو اصغر. انا لعبت كابتن على اسلام كتير جدا ايام ما كنا في الاسماعيلي، وبعد كده حرس نفس الكلام، وبعد كده جه معايا في النادي الاهلي، فعلى طول مغامرات مع بعض. على طول مغامرات انا وهو والله. يعني ما انتوا بتقابلوا بعض. كنت وانا باجي ارقصه كده الاقي خد مش عارف. معرفش ارقصه. ما كانش عنده الخد ده. لا لسه ما كانش عندي. ما كانش عنده. مشرفين ومنورين وسعداء جدا بوجود حضراتكم معانا. يعني كابتن عادل، الحقيقه الحلقه اللي فاتت اتكلمنا في حاجات كتيره جدا جدا، لكن النهارده الوضع مختلف. النهارده قربنا اكتر من المباراه. تفتكر اللعيبه بتفكر ازاي دلوقتي؟ او بلاش اللعيبه، خلي حضرتك مثلا في المدير الفني او الجهاز الفني، الجهاز الفني بيفكر ازاي؟ بص، الفتره دي فتره الكورونا، كل مدرب بيفكر في حاجه واحده بس، انه يوصل المباراه باللعيبه سليمه. دي اهم حاجه. برافو عليك، ده رقم واحد. رقم اتنين، هو مش عارف مين اللي ممكن يبقى معاه ومين اللي ممكن ما يبقاش. علشان كده لما بتيجي تعمل استراتيجيه مباراه، انت بتعملها اسبوعيه، بتخرج من مباراة فبتشتغل على التانية من ساعة ما الحكم بيصفر. اوكي. الا المباريات في الوقت الحالي اللي انت بتشتغل جنرال عام، علشان انت مش عارف انه هتلعب بمين، لكن عندك الاطار العريض اللي بتشتغل فيه، ولكن الافراد انت ما بتتكلمش عليها، واحيانا بطريقة واحدة، ولكن بتأجل اعلان اول حاجه اللعيبه. وكمان خلي بالك في نقطه مهمه. معلش قبل ما اكمل في النقطه دي، يعني يعني انا بختار لعيبه ولا ما بختارش؟ بمعنى ان انا بحط تشكيل اسلام وعادل وابو مسلم وكذا وكذا، ولا لا بستنى لغايه اخر يوم؟ لا خالص، اقول لك ليه. ما ده اللي انا كنت هكمل لك فيها كابتن اسلام. في حاجه مهمه عند المدرب، انه لما يجي يحط تشكيل ما يخسرش لاعب اخر. بمعنى افهمها لك، هو يعني ما بيحطش تشكيل لا، التصور اللي في دماغه، انا اوضحه ببساطه. اتفضل. لما تيجي تتكلم مع لاعب انك هتلعب، واللاعب الاخر
لو ده لا قدر الله كورونا وبعدين مش هيلعب وهتلعب اللعيب الاخر، فانت اعلنت، فاللعيب اللي عاوز يشتغل عليه نفسيا فانت ما بتعلنش. أوكي. ليه؟ الاول بتعلن، وصلت الاول بتعلن، لكن في الوقت الحالي انت ما بتعلنش. دي رقم واحد. رقم اتنين والمهم، انت بتشتغل على الفرقه الاخرى وليس على فرقتك في الوقت الحالي. المفترض ان 3 4 ايام قبل البطوله انت بتشتغل على انا بتكلم على موسيماني هيشتغل على الدحيل، هيشتغل على ازاي بيلعبوا. طيب. وازاي افراده بيلعبوا. معلش هقطعك بس عشان يوصل للمشاهدين الفكره اللي حضرتك عايزها. طيب انا مثلا عندي في الدحيل الباك ليفت مثلا قوي جدا مثلا، فانا عايز العب محمد هاني. تمام. خلاص تمام. طيب انا هروح اقول لمحمد هاني او حبين، ما هو انا لازم اعمل تكتيك، لازم اعمل يعني بيبان لينا كلعيبه، بيبان كده كده. لا قدر الله حصل حاجه كورونا او حاجه، انا بعمل ايه في الفتره؟ ما هو الوقت ده كابتن اسلام وقت مدربين، وعايز اقول لك المباراه اللي جايه مباراه مدربين، اتنين مدربين. ليه؟ لان المباراه فيها اجواء غير عاديه. مش زي العاده. العاده انت بتدرس فرقتك، بتدرس نقاط القوه والضعف في الفرقه الثانيه، فبتيجي تحط فرقتك قبليها بثلاث اربع ايام. مظبوط. وبتخلي اللعيبه يتمرنوا عليها وبعمل تكتيك. انا في الوقت ده مش هقدر اعمل كده، لان لو عملت كده الناحيه النفسيه بتاعت اللاعب الاخر مش هتبقى وصلت الفكره دي. مش هتبقى 100%. ولكن انت بتلاقي انت عندك لعيبه محترفين ولاعيبه كبار. اللعيب الكبير انت بتكلمه نظريا، يعني انت بتتكلم في ايه؟ انا اقدر اشتغل نظري مع اللاعب، اشتغل مع اللاعب ده واشتغل مع اللاعب يعني ده. في الباك رايت مثلا فلان وفلان وفلان، بشتغل على الباك رايت. تمام. مش على اسم. لا، وبعدين انا ممكن بشتغل ده وقت الفيديو. أوكي. انت لعب مباريات كتير، في اجهاد، في سفر، في جائحه كورونا، فانت بتشتغل فيديو اكتر من انك بتشتغل تكتيك. طيب. جوه ملعب. حلو جدا الكلام ده. ابو مسلم بقى هاخدك على جانب الاخر من اللاعبين. المدير الفني زي ما كابتن عادل بيفكر باستراتيجيه عامه، بمعنى انا في الباك اليمين عندي ثلاث لعيبه، فانا مهام الحته دي هي اللي هشتغل عليها مع الثلاث لاعبين. انت كلاعب بتحضر نفسك ازاي لمثل هذه المباريات؟ بص يا اسلام، زي ما احنا قلنا واتكلمنا، هي المباراه صعبه جدا. انت بتلعب قدام فرقه عارفه كل كبيره وصغيره عنك بشكل كبير. طبعا. خلي بالك ان انت موجود، احنا كنا بنلعب زمان، كنت تلعب مثلا فرقه من جنوب من البرازيل او من سانتوس، او الفرقه دي كلها بتبقى موجوده. دلوقتي عندك الخصم بتاعك عربي، فعارف كل مفاتيح قوه النادي الاهلي فين بالظبط، عارف القوام الاساسي الموجود في النادي الاهلي بالظبط، ايه الخطوره، فانت مكشوف. يعني اللعب زي ما كابتن عادل قال، انتوا اتنين مدربين كاشفين الملعب بشكل كبير. النقطه اللي انت بتتكلم فيها، انا كموسيماني لازم يكون عندي رقم واحد في الباك رايت زي ما انت بتقول محمد هاني، رقم اتنين بيكام، رقم ثلاثة اكرم توفيق. فالناس دي كلها لازم يكون عارف مين اللي هيلعب بالظبط. هو عارف خلاص. انت بقى كلاعب بتحضر نفسك ازاي؟ اكيد خلي بالك، احنا كلاعيبه كوره اكيد احنا عارفين انا هلعب ولا مش هلعب. طبعا. هو ده قصدي يا كابتن عادل، ان انت ساعات بتبقى قاعد، المدرب مش ما بيقولش ان اسلام او عادل عبد الرحمن اللي هيلعب، لا، لكن بتبقى واضحه في التمرين، بيروح يعمل فاول، بيعمل اوفر، بتبقى باينه لينا يعني. ما هو عنده تكتيك يا اسلام، كده كده انا عارف لعيب هلعب ولا مش هلعب. ممكن الاختلاف في المدير الفني في عنصر او اثنين، او عنصر يعني مثلا في مكان معين بيفضل بيكهام في الحته الباك رايت عشان ما هني لو في اصابه ولا حاجه، او اكرم توفيق. فانا اقدر افضل الحته دي ازاي؟ بشتغل الشغل اللي انا عايزه بشتغل عليه، وانت عارف نص ملعب يقدر يجيب دوت يجربه، وممكن يجيب التاني يجربه. فاحنا لعيب الكوره احنا عارفين انا هلعب انا رقم واحد او رقم اثنين. ده النقطه اللي بنتكلم فيها اللي انت كنت بتسال فيها. بس في الوقت ده لا، في الكورونا لا. ليه؟ لانك انت لو عملت التصور وفي مسحه يوم الاربعاء، في مسحه احيانا، انا مش بتكلم عن النادي الاهلي، انا بتكلم في العموم. في العموم تلاقي عندك 3 4 لعيبه خرجوا، فانت تحط اللعيبه اللي انت اصلا قايل لهم مش هيلعبوا، لان باين ان دول اللي هيلعبوا الاساسيين. يبقى انت هتشتغل على ايه بقى؟ هتشتغل ناحيه نفسيه، وعاوز تعدهم تاني، وممكن انت عارف اللاعب لما بيلاقي نفسه بره غير ما بيلاقي نفسه. تمام يا كابتن، بس التركيز. المدير الفني، انا كمدير فني بقدر اخد اللعيب، اقدر استفاد منه ربع ساعه دوت، اشتغل تكتيك دوت، بجيب رقم اثنين اشغله نفس الكلام، ورقم ثلاثه عشان لما ينزل او يبقى في مشكله موجوده اللي هي كورونا او حاجه قدر الله، يبقى اللعيب رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه عارفين هيلعبوا ولا لا. واللعيبه عامه كابتن جواه بيبقوا عارفين هلعب ولا قبل ما يبتدي التمرين. بالظبط. ببقى انا عارف هلعب ولا مش هلعب. لكن مش في مازلت، بس خلي بالك، لا، في مدربين مش في الزمن انا ده. مش عارف موسيماني بيعمل ايه، بس انا في مدربين يا كابتن عادل، يا كابتن ابو مسلم، ما بيبينوش. يعني احنا في فتره لما كنت متواجد وكان بيلعب مانويل جوزيه، مانويل جوزيه كان بيقعد يعمل ايه؟
قام جاي ملعبني باك رايت شويه وبعدين قام جاي ملعب ابو مسلم باك ليفت ورجب جلبرتو نفس الكلام وفي ربع التمرين في نص التمرين وبعدين يخلي بركات يرفع اوفرات وبعدين يجيبني ارفع انا اوفرات يعني عارف بتبقى مش واضحه. طب خلينا خدكم الحته افضل تمسح كل الامر ده. يلا يلا بص المدرب بيرقم لعيبته، المدرب الجيد بيرقم لعيبته بمعنى ايه؟ عنده لاعب واحد لغايه 10 الاساسيين رقم 11 منهم مانويل جوزيه. يعني مانويل جوزيه كان بيعمل ايه؟ لما كان بيجي يغير مكان بيلف سته في الملعب. ايوه يبقى ده ايه؟ ده حقيقه. يبقى ده رقم 12 هو اللي عنده او رقم 11 في الفرقه غير الحارس هو اللي بيلعبه وبيلف في حته حواليه بيلف في حواليه اللعيبه. في مدرسه كده، في مدرسه اللي هي بتاعت يطلع باك رايت ويحط باك رايت، دي قلت شويه علشان حته موسيماني. يعني مدرسه كابتن يعني موسيماني خليط ما بين ده وده يعني. انا سمعتك في بدايه الحلقه قلت يعني ممكن موسيماني بيعرف يرجع للمباراه تاني شوط مظبوط، وقلت في البدايه قلت ان ممكن لو في خطا فبيقدر يغير بالظبط. يبقى هو كوتش بيتفرج كويس على الفرقه. هو ده المدير الفني. الحاجه المهمه لما تيجي تدرس فرقتك انت بتعمل كل سيناريوهاتك بالليل. لو اسلام اتعور هلعب مين؟ لو اتطرد مني واحد في الدقيقه الخامسه هلعب ازاي؟ لو انا جبت جون هلعب ازاي؟ ولو جه فيا جون هعمل ايه؟ ولو الفرقه الثانيه ضغطت عليا هعمل ايه؟ ولما بدافع ههاجم ازاي؟ ولما اهاجم ادافع ازاي؟ أيوة. كل الحاجات دي بتبقى في دماغ المدربين. انتوا مش بتلاحظوا في اوروبا لما بيجي المدرب بيغير او فرقه بتغير المدير الفني بيبقى واقف على الخط والراجل المساعد بتاعه صحيح. بيغير ورا. هو اللي بيغير ورا ليه؟ لان السيناريو متفقين عليه، هم عارفين ومرقمين مين اللاعب اللي هينزل في الوقت اللي انا محتاجه فيه. احنا متفقين من امبارح، فلما احنا متفقين امبارح هو اللي بيشتغل معاه المساعد ما بيشغلش باله باللعيب هو، لانه ده سيستم وده السيناريو اللي بيتعمل للمدير الفني. أوكي. لكن انا اعتقد ان موسيماني من المدربين اللي بيتفرج جوه الملعب كويس على الفرقه. الحتة التانية احنا بقالنا فترة ودي لازم هو يشوف لها حل. اوكي. الحتة الشوط الاولاني. اوكي. اكتر من مباراة الشوط الاولاني. يمكن مزبوط. يمكن انا اقترحت او شفت فكرة لما كنت ببقى في نفس المكان بتاعه في الفرقة اللي ببقى ماسكها وبلاقي البداية بتاعتي ماتش 2 3 4 مش كويس ببحث في حاجتين اساسيين. ايوه فضل. في الروح. ايوه. والتسخين. طبعا. اوكي. انت تعرف ان ممكن يا كابتن اسلام طبعا. طريقه التسخين بتاعتك طبعا. تفرق معاك جدا طبعا. انت عارف ان في تسخين عشان تنزل تلعب ضاغط وفي تسخين عشان تلعب زون وفي تسخين يعني عده افكار عند المدربين. فالمدرب الواعي اللي يقدر ان هو لما يلاقي عنده خطا يتدرجه ازاي انه يبحث في كل يمكن في كل حاجات. يمكن احكي لك حاجه بسيطه وسريعه. قبل منتخب الماني هو سعد حفيظ رجع يلعب تاني ولا ايه؟ انا مش عارف. لا بس سيد رجع يلعب تاني. مش عارف اهو عمال يلعب. لا بس الملعب حلو اصلا. احنا دايما بنجيب لحضراتكم تمرين الفريق علشان تبقوا دايما معانا، حتى والكابتن عادل بيتكلم في رؤيته الفنيه والكابتن ابو مسلم برضو بيتكلم في رؤيته الفنيه، فدايما بيبقى معانا تدريب الفريق على الشاشه امام حضراتكم. اتفضل. كنت عاوز احكي لك حاجه مهمه فضل. قوي حصلت في سنه 94 في كاس العالم. المانيا كان المدير الفني بتاع فوكيت المدرب اللي هو المفترض لعب اول مباراه مع بوليفيا بتيالي وبعدين الاداء كان سيء جدا الاداء الالماني. تمام. عمل شوط كسب 1-0 لكن الاداء سيء. فهو جمع الجهاز الفني بتاعه كله وسالهم قال لهم وانتوا يعني شوفوا انا شايف الكم الجري والقوه مش موجوده، انا بمرن كويس، الاحمال اخبارك ايه؟ قال له انا عامل احمالي كويس، مش عارف الدكتور النفسي ايه انا عامل كويس، المساعدين ايه كذا كذا كذا. وصل لدكتور التغذيه، تخيل انه وصل انه قال له اديني يومين هقول لك انا قراري. طلع القرار من عند التغذيه من الحاجات اللي هم كانوا بياكلوا حاجات معينه ما بتساعدهمش على الجري فتجاوزوها احنا يعني في الحلقه علشان نتخطاها. في حاجات كتير قوي يعني زي مكرونات وحاجات كده وبتحرم الجسم من نشويات وبعدين تديها للنشويات بسرعه وبعدين تعمل فرق معاهم جدا. يعني هنا حاجه صغيره في التيم ممكن تؤدي ان ادائك ما يبقاش كويس. مظبوط.
يعني ابو مسلم برضو انت في 2005 الحقيقه كنت من النجوم اللي شاركوا في كاس العالم للانديه في فتره كانت مهمه جدا. بدايتنا او بدايه النادي الاهلي لم تكن جيده في هذه البطوله، ولكن اول بطوله بقى واول مره نوصل كاس عالم للانديه واول مره في تاريخ الكره المصريه فريق يوصل لكاس العالم للانديه، الايام دي بتفكرك بايه؟ لا الايام مختلفه خالص يا اسلام هنا عن هنا. انت خلي بالك انت طب ما انت بتعرف ترفع يا كنا في اليابان انت خلي بالك كان في اليابان كانش في خدود يا كابتن عادل صح؟ لا كنت فورمة انت خلي بالك يا اسلام زي ما بنتكلم اليابان كان عندك اختلاف كبير في الساعه البلجوليه للاعيب نفسه عامه، الاكل ازاي، الشرب ازاي، التوقيت ازاي. تاني حاجه رحله السفر كانت متعبه جدا كانت مرهقه جدا. ثالث حاجه كان عندك استام الخبره اللي ما كانتش موجوده زي دلوقتي. النادي الاهلي راح 3 4 مرات بعد كده، النادي الاهلي شارك مثلا 5 مرات، فبالنسبه له بالنسبه له الموضوع خلاص بقى مختلف، عارف الفرق ازاي وعارف الامكانيات ازاي وعارف الشكل العام ازاي. هناك كنا بنلعب درجه حراره تحت الصفر، احنا كنا بنلعب هناك فالدنيا مختلفه، فالاجواء كلها كانت مختلفه بالنسبه للموجود. وخلي بالك المستوى كان اعلى، المستوى كان كنا بنلعب كان اعلى من 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 دلوقتي نوعا ما. يعني اتفرجت مثلا على فرقه اللي هنلعبها الفرقه الدحيل اللي هي اول ماتش، هي مثلا كسبت 5-0 في 2005 ما كانتش موجوده الدحيل. انا عارف كنا بنتكلم في اتحاد جده، انت بتتكلم في في البطل اللي بيختلف، بس بنتكلم في المدرسه نفسها والشكل والتدعيم عامل ازاي. قطر اتطورت، الانديه في قطر اتطورت بشكل كبير. الاحتراف خلى الدنيا بقت مختلفه، خلى الوقت ان انت بتجيب لعيبه من اوروبا بمبالغ كبيره جدا بتقدر تعمل لها ماركت وتشتغل فيها باستثمار بشكل كبير. النادي الاهلي طبعا اتطور بشكل كبير، بقى عنده لعيبه وعنده صف واثنين وثلاثه، فالامكانيات مختلفه زي ما بنتكلم عليه، الملاعب مختلفه، درجه الحراره اسلام زي ما بنتكلم فيها عليها عنصر كبير جدا، فرق كبير. انت تفتكر اعتقد اول مباراه لعبتها كانت اتحاد جده وبدات المباراه. ما انا خلي بالك اول لقاء مع النادي الاهلي كان اتحاد جده هنا في مصر، كان اول ماتش ليا مع النادي الاهلي، وفنشت اخر ماتش كان ليا بتاعه بطوله العالم ليا في اليابان اتحاد جده، وبعد كده رحت ستراسبورج من بعد بطوله العالم اللي بعد بطوله العالم في يناير على طول زي الوقت اللي كنا شغالين. الفتره دي ابو مسلم فيها ذكريات حلوه كتيره جدا، اهم ذكرياتك بقى في الفتره دي كانت ايه؟ لا اهم ذكرياتنا كانت معانا كانت مجموعه كانت قويه جدا، انت عارف كان بركات وابو تريكه ووائل جمعه، وكان في مواقف كتير كنا بنفضل نضحك عليها. يعني وائل جمعه كان مشكله، والحضري برضك، فكان بنشوف حاجات بنشوفها في الملعب كانت بتضحكنا. يعني بركات ده مشكله، يعني بركات لوحده ده حاجه ثانيه بعيد عن الفرقه خالص. يعني بركات مثلا، يعني اول جمعه من ضمن الحاجات اللي ما اقدرش انساها طبعا، اول جمعه كنت عارف انت لعبته جنب اول جمعه كتير، فاول جمعه بيبص باص جامد جدا، فبركات كابتن عادل كان بنتكلم اللي هو بيغير مثلا مانو جوزيه، يغير اسلام شويه يجيب بركات شويه ناحيه اليمين، فبركات اول كوره قال له هتديني الكوره هديها لك في بطنك مش هديها لك وتشوفها تاني. قال له انت خلصت على 4 على اشرف امين وعلى اسلام ومش عارف على مين. لا انا ما كنتش لسه خلصت. لا ده انا كنت لسه بيعافر، كان بيعافر جاي كان بيعافر. يعني فهي النقطه مواقف كتير. تاني حاجه الجمعيه كانت عندنا، كانت الحب كان قوي جدا، كنا فرقه قويه جدا. تاني حاجه كابتن اللي بره على الدكه كانوا يعني كانوا اقوياء جدا اكتر من اللي جوه. فكان ما تخش ال 18 او مجموعه الماتش بتبقى صعبه جدا، يعني مثلا مش عارفين مين اللي هيخش ومين اللي هيطلع. مستر مانو الجزيره برده كان الكلام والتحفيز بتاعه كان قوي جدا، هو برده نشهد له للراجل اللي هو فني قوي جدا، بيقدر يحط مثلا في وقت معين ممكن يبقى اسلام بره مكسر الدنيا في الماتش ده، الماتش اللي بعديه ليه بره ال 18. هو وجهه نظره كده. انا ماتش عادي كان بيعمل حاجات غريبه قوي. مثلا انا لعبت مثلا بره، الاقي نفسي لعبت بره بدا ماتش تونس مثلا ترجي ولا حاجه، الاقي الماتش اللي بعديه في القاهره انا بره. هو عنده ادواته، مثلا يجيب انا لعبني مثلا بره عشان بدافع كويس، اسلام بيلعب بيدافع بره كويس، في مصر ممكن جيلبرتو يشتغل في الحته دي كويس. فدي كلها السيناريو اللي بنتكلم، اللي هو مدير فني بيقدر يعني في اللقاء الماتش يقدر يعني السيستم ازاي، اللي هو بعد 30 دقيقه اقدر اعمل ازاي التحضير بتاع المدير الفني. بس عشنا ايام صعبه قوي في اتحاد بعد ما اتغلبنا. طبعا انت خلي بالك محمد نور، محمد نور 1-0. هي كابتن التجربه كانت صعبه في اولها، بس دلوقتي السيناريو بقى مختلف. انت دلوقتي بقيت عندك خبرات، عندك لعيبه عرفت مميزه لعبت كذا مره سعد وليد سليمان، فعندك لعيبه عندها الخبرات في الملعب تقدر تنقل وجهه النظر او تنقل الخبرات بتاعتها للعيبه الجديده اللي لسه بتفرق. دي يا كابتن عادل ان يكون لعيبه عندك، احنا ما عندناش لعيبه كتيره لعبت في يعني اثنين متهيألي وليد يعني وليد وسعد سمير ويمكن سعد في الفتره دي مش اساسي يعني. وحسين طبعا بس لعب في العين يعني لعب في العين لعب النسخه اللي فاتت مش مع النادي الاهلي يعني. لا بتفرق في ايه؟ في انك انت اولا انت ما بقتش تخاف زي زمان. انا بتكلم احنا حتى احنا ايام جينا احنا كان عندنا مشكله كبيره، حتى لما رحنا لعبنا في كاس العالم كانت المشكله اللي احنا عمرنا ما شفنا اللعيبه دي لايف، ما كانش بيتقابلوا. لكن دلوقتي عندنا لعيبه احترفت ولعبت وجات وشافت، وبعدين في ماتشات كتير بتتذاع. احنا ما كانش في ماتشات بتتذاع خالص، ما كناش بنشوف الفرقه الا كابتن جواري كان بيجيب لنا الفيديوهات والحاجات دي بس. ولكن
كلمك بتفرق كتير قوي ان اللاعب ان يكون خاض التجربه قبل كده. يعني انا كنت اتمنى ان وليد سليمان يبقى في التوب فورم بتاعه لان كنا محتاجينه جدا في الملعب لانه يدي خبرات كويسه لانه لعب. بس وجوده مجرد وجوده كان طبعا بيفرق طبعا. ولا حضرتك شايف ان هو كان احسن له ان هو يقعد مثلا؟ لا يعني انا بتكلم وجود وليد سليمان جوه الملعب، جوه الملعب انه كان يلعب. لكن افتكر ان هو عشان الاصابه ممكن يلعب وممكن يشارك، لكن انا بتكلم لا وبره ال 23 يعني بره القايمه. بره القايمه لو كان وليد سليمان جوه القايمه كنت تقدر تلاقي في 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 حاجه اقوى من انه يبقى بره. لكن برضو هيشتغل معاهم وككابتن تيم كلاعب كبير. وانا بعتبر ان وليد سليمان من افضل اللعيبه نفسيا مع اللاعبين لانه نموذج يحتذي به. في نقطة مهمة يا كابتن اسلام وكابتن ابو مسلم، انا لما اكون مدرب وبدي مثل بلاعب في الروح لازم ادي لاعب مثل بلاعب روح عالية قوي، انت فاهمني؟ لما اجي ادي لاعب في المهارة لازم ادي مثال بلاعب مهارته عالية قوي. ما ينفعش عشان المصداقية بيني وبين اللعيبة، لكن انا ممكن اقول لايه مثلا على سبيل المثال ممكن اقول انا بقول لكم لازم تبقوا روحكم زي روح سين من الناس وهو ما عندوش روح. اللاعب نفسه مش هتضحك هتضحك صح؟ اه المثال مش في, في مش في مكانه. لكن وليد سليمان فعلا يعني هيتعوض في الملعب، ولكن هو بره الملعب هيكون له دور كبير قوي. ما دي النقطه بقى اللي اسلام بيتكلم عليها. اوضه اللبس ليها عامل كبير جدا. انت لازم يكون عندك خبرات في اوضه اللبس تقدر تسيطر على اللعيبه كلها وعندها المصداقيه وعندها الحب اللعيبه لبعضها. فوليد عنده متوفر الحاجات دي كلها، وليد شناوي الناس دي كلها عندها الحاجات دي كلها. ولازم نقول برضك شابوه للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني اللي هم خدوا وليد معاهم في الرحله ديت. وليد برضك حتى لو كنا بنتكلم زي ما كابتن عادل بيقول في نص يعني في الملعب فنيا عالي جدا، بس انت عندك بره الملعب هتحتاجه 1000% طبعا. في وقت معين يقدر يشد اللعيبه، في وقت بيقدر يتكلم مع اللعيبه حتى في في التدريب، بينقل كل الخبرات اللي كانت موجوده. فوليد مميز جدا، ونتمنى ان شاء الله ربنا يسهل. احنا كنا سامعين ان هو ممكن يبقى ليه تواجد، بس ان شاء الله خلاص تم اعلان القايمه يعني طبعا. ولكن هو تواجده مهم. حته منو الجزئيه اللي انتم كنتوا بتتكلموا فيها وانه كان يلعب ده وبعدين ما يلعبش ده، عارف نجاح منو الجزئيه الوحيد اللي انا بعتبره عبقريه منه؟ انه عارف الشخصيه المصريه، سيطره على اوضه، وعارف الشخصيه عارف بتفكر في ايه. وعلم النفس عنده عالي قوي وبيقرا كويس وعارف بيدرس اللاعب اللي قدامه اسلام بيحب ايه واسلام ما بيحبش ايه. لو تفتكروا مانويل جوزيه كل لما ناخد بطوله لازم له ضربه قويه اللاعب، لو فاكرين. ايوه ده حقيقي. ضربه قويه ازاي؟ انه ممكن يمشي لاعب، يقعد لاعب، يطلع لاعب اعاره، يعني يعمل حراك جوه الفرقه، يشيل كابتنه من لاعب. في لعيب تاني مهم جدا في الملعب انتوا شايفين انه مهم قوي، يقعد على الدكه ثلاث اربع بيخلق دوافع. مهم جدا، لانه معانا الحقيقه على التليفون مباشره النجم الكبير واحد اساطير كره القدم العربيه والافريقيه والتونسيه كابتن طارق دياب. كابتن طارق ازي حضرتك يا فندم؟ منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بك يا اسلام، اهلا بضيوفك الكرام. طبعا تحياتي الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد ابو مسلم، وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. اهلا وسهلا. انا سعيد بتواجدي معاكم. الله يخليك يا كابتن. كابتن، يعني طبعا النادي الاهلي هو ممثل العرب وافريقيا، الحقيقه ممثل افريقيا في بطوله كاس العالم للانديه. يعني قول لنا احساس حضرتك عن هذا الامر. طبيعي، اولا نتمنى ان شاء الله النجاح وتوفيق النادي الاهلي، لانه كما قلت مثل العرب مثل خصوصا القاره الافريقيه. ايوه. فريق عنده امكانيات كبيره، فريق استحق البطوله هذه عن جداره. صحيح العب ضد الزمالك كانت مباراه كبيره من ناحيه تكتيكيه، طبيعي انا اليوم ان شاء الله اتمنى ان النادي الاهلي يقدم مستوى جيد ومثل احسن تمثيل الكره الافريقيه، وبطبيعه الحال اتمنى ان شاء الله النجاح والتوفيق، وعنده كل شيء معناتها باش ينجح ويقدم مستوى جيد ويفوز خصوصا في المباراه الاولى. ايوه يعني اليوم. تقييم حضرتك يا كابتن طارق للبطوله بقى في ظل الفرق القويه اللي موجوده في هذه البطوله، ابطال القارات كلها موجوده في بطوله كاس العالم للانديه، وبالتالي بطوله قويه جدا. تقييم حضرتك قبل ما تبدا طبعا او رؤيه حضرتك لهذه البطوله. طبيعي انا اقول بصراحه، اقول لك انا البطوله بدات اصبحت مقلقه بالنسبه للناس اللي تفرج فيها. انا كاس عالم الانديه المفروض يكون افضل كاس عالم راهو الانديه، انا نقول اليوم الشامبيونز ليج هي كاس عالم الانديه. ايوه. لان بالسنوات الاخيره الفرق
لا الاوروبيه اللي تفوز بالشامبيونز ليج هي اللي تفوز بالبطوله بالكاس العالم الانديه. لما نقول كاس العالم الانديه لازم يكون افضل بطوله واقوى بطوله. لو تلعب يجيب بايرن ما يلعب دور نصف النهائي والنهائي ويفوز بالبطوله. لا احنا تكون لا يعني هل حضرتك بتطالب بتغيير نظام البطوله؟ طبيعي أيوة. نظام البطوله مش معقول القاره الافريقيه تلعب مباراه مباراتين وبعد يرجع البلاد. لا احنا نحبوا يلعب اربع او خمسه مباريات تحتك اكثر مع فرق كبيره وتكون مستوى عالي اكبر. هذه هي كاس العالم الانديه. نقولوا كاس العالم الانديه تلعب مباراتين وتخرج، لا مش معقول. هذا نقول لازم تتطور ولازم تتحسن، والحمد لله هناك الفيفا. الحمد لله هناك الفيفا اللي هي بتحسن البطولة هذه، والاتحاد الأوروبي يحب يحسن البطولة هذه وتطلع بطولة قوية والفريق الكل تستفاد ماديا وفنيا. يعني اليوم النادي الأهلي يلعب مباراة بعد دور نصف النهائي. ما عاد يكون مباراة ويرجع. لا نحبوا يلعب أربعة أو خمسة أو ستة مباريات ويكون معناتها مسابقة كبيرة ومسابقة قوية أقوى من الشامبيونز ليج. لكن اليوم أنا نقول بطولة بصراحة ملينا منها وتعبنا منها فنيا. فنيا ولكن فنية. برضو يا كابتن طارق ان انت يبقى عندك ابطال القارات، ما هو دي حاجه كويسه. صحيح. ابطال القارات انا اقول احنا نقول كاس العالم لماذا يحبوا يغيروها ويعطيوها اكثر قوه واكثر امكانيات ماديه وخصوصا فنيا. اليوم هناك تقبيل يقول تكون 20 اكثر من 20 فريق في الشارع، وهذا هام بالنسبه لبطوله اسمها كاس العالم للانديه. ايوه كاس العالم للانديه حسب رايي يكون اقوى من البطوله اللي نشاهدوا فيها حاليا، وخصوصا في السنوات الاخيره. يعني ليفربول تجي تفوز، بايرن تجي تفوز، الريال تجي تفوز، والبرشلونه يفوز. هذا اعتقد انه لازم تتغير، لازم تتطور، لازم تتحسن. تمام. طيب كابتن طارق، مشاركه سادسه للنادي الاهلي في البطوله اعتقد رقم كبير برضه. صحيح صحيح. الاهلي انا قلت في عديد المناسبات الاهلي مثل ريال مدريد في اوروبا، يعني فريق قوي، فريق اليوم عمره اكثر من 113 سنه، فريق دائما متواجد في البطولات الكل، بطوله افريقيا وبطبيعه الحال البطولات القاريه والبطولات المحليه. وهذا راجع لان فريق اسس على قواعد صحيحه. ايوه يعني هناك فرق تلعب سنه وسنتين وبعد ما تكون، لكن النادي الاهلي دائما متواجد ودائما ينافس، وهذا مكسب للكره المصريه في الرياضات الكل، يعني الرياضات الفرديه او الجماعيه. دائما اهلي سباق، ولهذا اتمنى له ان شاء الله النجاح والتوفيق، رغم اني انا اقول دائما النادي الاهلي ينقصه شيء، ينقصه شيء انه اليوم حسب رايي ما عندوش هجوم قوي. النادي الاهلي شاهدته في عديد المباريات فريق عنده منظم، عنده دفاع قوي، عنده وسط ميدان جيد، لكن ينقصه هجوم قوي. وفي تاريخ كره القدم دائما النادي الاهلي عنده مهاجمين كبار. اليوم في الخمسه سته سنوات الاخيره لا عندهم راس حربه قوي وهدف، وحسب رايي ينقصوا مهاجم اخر مع راس حربه يكون معناتها مستوى عالي، لان اليوم الاهلي في حاجه ماسه. اذا حب مثلا يحصل تنفيذ القاره الافريقيه لازم يشوفوا مهاجم اخر، مهاجم هداف يترجم العمليات الهجوميه الى اهداف، يعني ينقصوا هداف. واعتقد هذه المشكله، مشكله النادي الاهلي. ايوه. طيب كابتن طارق، يعني الكابتن محمود الخطيب هو رئيس طبعا مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي في المونديال. حضرتك كنت مشرفنا طبعا قريبا من تقريبا شهرين كنت في النادي الاهلي، و او السنه اللي فاتت تقريبا كنت موجود في النادي الاهلي، وكان شرف لينا طبعا ان حضرتك تبقى موجود. اعتقد علاقه مميزه دائمه مع كابتن محمود الخطيب يا كابتن طارق. طبيعي، هي قوه كره القدم هي العلاقات. الكورة بطلناها عندنا 20 و30 سنة و40 سنة، لكن دائما تبقى العلاقات، العلاقات هي اللي تبقى. مهم جدا في كرة القدم، وأنا أقول للرجل المناسب في المكان المناسب. الخطيب لك مكانه المناسب، هو رئيس النادي الأهلي، لأنه يعني يعرف النادي الأهلي، تربى في النادي الأهلي، وترعرع في النادي الأهلي، وكبر في النادي الأهلي، وتعب في النادي الأهلي، وفاز في النادي الأهلي، وأعتقد أنه يعرف مشاكل النادي الأهلي ويعرف معناتها. ولهذا اعتقد ان السيد هذاك يستحق ان يكون معناتها رئيس النادي الاهلي. وانا اقول النادي الاهلي دائما عنده مسؤولين كبار، لان اذا بقى النادي الاهلي يلعب الادوار الاولى، لانه هناك مسؤولين معناتها كبار، مسؤولين كانوا في المستوى. واعتقد
محمود الخطيب من المسؤولين الكبار، نتمنوا له ان شاء الله النجاح والتوفيق. ودائما حضرتك النادي الاهلي مدرسه، لماذا؟ لانه يعطي المثال، هو القدوه للفرق الكل العربيه. ايوه، لان من الصعب انك تلقى رئيس نادي هو لعب في نادي، وهذا هام جدا بالنسبه للفرق الكل معك. يعني كلام رائع من اسطوره عربيه وافريقيه لاسطوره افريقيه اخرى. يستحق، والنادي الاهلي عنده رجال، والنادي الاهلي عنده لاعبين قدامى مستوى عالي، عنده امكانيه معناتها باش يكونوا هما معناتها مسؤولين في النادي او رؤساء النادي الاهلي. يعني كما قلت هناك عديد من اللاعبين اللي جاءوا بعد الخطيب لاعبين كانوا في المستوى، ولاعبين مستقلين، ولاعبين عندهم امكانيه باش يتحملوا المسؤوليه، ولاعبين يحبوا النادي. ايوه، حضرتك ليك مكانه كبيره في قلوب المصريين يا كابتن طارق، طبعا يعني دايما متواجد معانا في كل شيء الحقيقه، ومسانده جميله جدا. حضرتك بتحس بالشعبيه دي يا كابتن في مصر؟ طبيعي. ايوه طبيعي. انا لا، لما انا كنت نلعب في مصر كان نلعب في تونس، يعني ناس مزبوط. بتحب الكوره، وناس يعرفوا الكوره، وناس فاهمين الكوره. وهذا مهم جدا بالنسبه لي نحن كلاعبين. أنا طبعا تلعب في بلاد فاهمين كوره، واعتقد ان في مصر لما تلعب في مصر كانك تلعب في تونس. تمام صراحه. كابتن طارق معلش خليني اخدك برضو للناحيه الفنيه، برؤيتك طبعا لمواجهه النادي الاهلي والدحيل القطري يوم الخميس ان شاء الله. اي مباراه راهي مش سهله، ما يلزمش ياخذوا الدحيل انه فريق صحيح. يوم يمر فتره صعبه، الدحيل ماهوش في احسن حالاته، لكن ما تعرف لما يكون عندك خمسه سته لاعبين في منتخب القطري وعندك اربعه اجانب، ممكن معناتها في كل وقت ممكن يقدم مباراة كبيرة. ايوه، ممكن في 90 دقيقة يعملوا مباراة كبيرة. لأنهم لاعبين جيدين، صحيح مش في فورمة، مش في أحسن حالات، لكن كل شيء ممكن. وهما يحبوا ينطلقوا انطلاقة جديدة من البطولة هذه. يعني المباراة بالنسبة ليهم لما تلعب ضد النادي الأهلي مباراة هامة جدا. ايوه، مباراة هامة جدا، أن أول يلعبوا ضد النادي الأهلي فريق كبير وصاحب اللقب الإفريقي، ثم يحبوا ينطلقوا من جديد. يعني أعتقد لازم النادي الاهلي والمدرب والمسؤولين يحضروا اللاعبين، ان راهي مباراه لما سهله، مباراه صعبه 50-50. انا اقول يعني ان الدحيل عنده لاعبين جيدين، خصوصا في الهجوم عنده لاعبين ثلاثه اربع لاعبين مميزين، ولهذا لازم يحتاط، ولازم بطبيعه الحال النادي الاهلي دائما في البطولات الكبيره يشرفنا في كاس العالم او كاس القارات، ولهذا يعرف شنو اللي يستنى فيه. ثم لا تنسى عندكم زاد الجمهور، الجمهور اليوم عندكم جمهور كبير لان في الدوحه. ان شاء الله تكون في المستوى المباراه، وانا اعتقد تكون في المستوى مباراه فنيه بامتياز، يعني الاثنين فرق فنيه بامتياز. ايوه، يعني نتمنى ان شاء الله معناتها تشهد مباراه كبيره. ان شاء الله. كابتن طارق، يعني وجود علي معلول اعتقد اضافه كبيره للنادي الاهلي، واضافه كبيره لمصر ولتونس الحقيقه. طبيعي طبيعي، احنا سعداء لما يكون عندنا 12 13 لاعب في البطوله المصريه. لان يعني البطوله المصريه بالنسبه احنا كمشاهدين اليوم اقوى بطوله في معناتها في القاره افريقيا عربيا وافريقيا افضل بطوله. ولهذا شاهدنا اولا الامكانيات الماديه افضل للملاعب، ولا احسن البنيه التحتيه تطورت تحسنت، واعتقد ان معناتها اللاعبين نتاعنا قاعدين معناتها يتحسنوا ويتطوروا، وانا احسن دليل معناتها ساسي برجاني، وخصوصا معلول اللي قدم في مستوى جيد، وانا سعيد اللاعب هذا لانه لاعب خلوق، ولاعب عنده امكانيات كبيره، ولاعب ممتاز فنيا، ولاعب معلول ممكن تستغله في الدفاع، ممكن تستغله في وسط الميدان، ممكن تستغله على الجهه اليسرى كمهاجم، لاعب عنده امكانيات كبيره، ولاعب فنان بامتياز، امكانياته الفنيه ماهيش نتاع مدافع. أيوه، امكانياته الفنيه نتاع صانع العاب، لكن لما يجي من الخلف اخطر، لما يلعب مدافع اخطر، ومو سهل راهو باش في الدفاع ماهوش سهل. لاعب هما يعتقدوا ان معلول معناتها لاعب مهاجم، لاعب يسجل، لكن في الدفاع مو سهل. أيوه، يفهم الخصم بتاعه وذكي في المحاسبه. كابتن طارق، من وجهه نظرك من هو الاقرب بالفوز في بهذه البطوله؟ طبيعي البايرن هو الاقرب. البايرن لكن تصير مفاجآت، ممكن تصير مفاجآت، لكن انا اقول الالمان دائما ناس منضبطين، ناس لما يلعبوا ما عندهمش مشكله مع الخصم نتاعهم،
مثل الصغير والكبير، ما يفكروش الالمان لاعبين مضبطين ولاعبين، فريق عنده امكانيات كبيره وكامل اوصاف فريق البايرن، ما ينقصوا شيء فريق البايرن، فرقه قويه عنده لاعبين مميزين في الدفاع راس المرمى وسط الميدان الهجوم، ولهذا ان شاء الله نشاهدوا مباراه سهله، نتمنى ان شاء الله فريق عربي بطبيعه الحال باش يوصل دور نصف النهائي سواء تحيد او النادي الاهلي، ونشاهدوا مباراه كبيره بين بايرن والاهلي او بايرن والتحيد وكل شيء ممكن في كره القدم، لكن معناتها حسب رايي بايرن هو اقرب فريق. كابتن طارق انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره، واسطوره من اساطير كره القدم العربيه والافريقيه، شكرا جزيلا يا كابتن. كل الشرف ليا، وسلمينا على ضيوفك وان شاء الله اتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا النجم الكبير الكابتن طارق دياب، كلام مهم جدا كابتن عادل قاله كابتن طارق. طارق دياب من اللعيبه الكبار، خلي بالك يمكن طبعا احنا الجيل اللي قبلينا كمان، بس احنا لحقناه يعني. اخر مباراه لعب هنا في القاهره كان في 90 في 91 حاجه كده، كنا الترجي والاهلي لعب قدامنا هناك، ولعبنا ماتش العوده في القاهره. هو فاهم يعني ايه، فاهم يعني ايه مباراه واحده واتكلم فيها، ودي مهمه جدا، دي مهمه جدا، كلام مهم جدا. تلعب مباراه واحده غير المباريات الكتيره، ممكن تتجاوز محنتك في مباراه واحده، مظبوط، ممكن روحك تعلى في مباراه واحده. علشان كده بنقول ان اي فرقه في الدنيا حتى لو مستواها اقل منك كتير او اعلى منك كتير، ما تقولش ان هي تكسب 100% او هتخسر 100%، بالعكس ده هي اداء وروح وجدعانه وقلب ومباراه ذكاء مدربين. وما زلت بقولها وما زلت يعني وافضل اقولها، دي مباراه مدرب. ليه؟ لانه تحضير، سفر، اعاد دراسه، ما فيش تدريب كتير، في فيديوهات كتير، في تكتيك هتلعب عليهم ازاي، هتعرف المفاتيح بتاعتهم ازاي، هتعرف توقفها ازاي، هتعرف تزيد ازاي، تقدر تكسب المباراه ان شاء الله. ابو مسلم هطلع اشوف الجمهور اهم مني ومن اي حد. طيب. مظبوط طبعا. فخليني اطلع اشوف تقرير عن توقعات جمهور النادي الاهلي لهذه البطوله وتوقعاته لمباراه النادي الاهلي في الاولى امام الدحيل القطري. نطلع نشوف هذا التقرير وفاصل، وبعد كده نرجع نكمل هذه الحلقه مع نجومنا الكبار كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد ابو مسلم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابو مسلم، في مثل هذه الظروف زي ما كابتن عادل كان بيقول وكابتن طارق دياب قال، ان مثل هذه المباريات تبقى قريبه جدا من بعض، انت لو مكان الباك ليفت، مكان علي معلول او مكان اللي هيلعب في ناحيه الشمال، وعارف ان من الممكن جدا ان يكون هناك نقطه ضعف في الناحيه اليمين في نادي الاهلي القطري، هتعمل ايه؟ ده انت خلي بالك اسلام، للفرقه ديت جماعيا فرقه مميزه جدا جماعيا. طبعا دحيل. انا اتفرجت عليها كتير، فخلي بالك ممكن يكون فرقه ما عندهاش الجماعيه بس افراد عاليه جدا. الفرقه دي عندها جماعيه، فرقه مميزه جدا، عندها لعيبه مميزه دعمت بشكل كبير. يعني مثلا عندك الجناح البرازيلي اللي اتكلم في دودو، ده لعيب مميز جدا، عنده واحد في نص الملعب صانع الالعاب اللي هو البرازيلي ادنيلسون جامد جدا. عندك طبعا عندك الناحيه الثانيه برضك الجناح القطري اللي هو بتاعهم اللي هو معز علي، ده لعيب مميز. يعني عنده خمس ست لعيبه مميزين. غير كده نتكلم على راس حربه اللي هو الكيني اللي هو مايكل، ده لعيب قوي جدا. فبكلمك اللي انت عندك عناصر مميزه في كل حته، عندك ممكن يعمل لك محطه بشكل كبير. عشان كده بنتكلم في جماعيه، هو عنده لعيبه مميزه بس الجماعيه بتاعته مميزه بشكل جدا. وخلي بالك السكور الكبير ده اسلام، خلي بالك ما بيجيش بسهوله. السكور الكبير ده بيجي باللعب الجماعي، اللي هو اي حد عايز اي حد يحرز الهدف، مصلحه الفرقه موجوده ازاي، فهو عنده عناصر ومدعم بشكل كبير جدا. ففرقه مميزه، فاحنا بالك لازم عندنا حذر ولازم نعد الفرقه بشكل كبير. واحنا شايفين الفتره فاتت النادي الاهلي من ساعه ما طلع من القاهره، واحنا شايفين مصر موسيماني اللي هو بيفرجوا مع اللقاءات بتاعه الدحيل عشان فرقه مميزه. فشايفين ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله النقط القوه اللي هي موجوده عندك. وخلي بالك زي ما كنا قلنا وكابتن علي اتفقنا كلنا، انت دي لعبه شطرنج. لازم اعرف القوه فين والضعف فين والخطوره فين، ومين اللعيب اللي عنده اللي هو في التوب فورم اعلى حاجه، اقدر اشتغل عليه ازاي، اقدر احضر ازاي. فالامكانيات دي كلها لازم نوظفها في صالح الفرقه. زي ما انت بتتكلم مثلا عندهم الجناح البرازيلي دودا قوي جدا. فما ينفعش علي معلول هفضل كل شويه اطلع. انت فاهم ازاي؟ علي برضك هيقف ازاي، السرعه ازاي، وهو تاني عارف المفاتيح، مفاتيح اللعب النادي الاهلي علي معلول، فلازم نوعا ما هيفضل برضك يحط عليه ضغط. مثلا راس حربه دوت عارف القوه، عارف بدري بنوم بيمسك الكوره وبيطلع من تحت ما بيطفش. فلازم برضك هيقول له اضغط عليه،
فدي كلها زي ما بقول لك امكانيات، انت عندك الادوات بتقدر تحضرها بشكل كبير. طيب واحنا بنتكلم زي ما حضراتكم شايفين تحرك اللاعبين لفندق الاقامه، يعني اول باول بنكون مع حضراتكم علشان تعرفوا اللاعبين بيتحركوا على فين، رايحين على فين. وطبعا ما فيش تحركات كثيره ولا حاجه كابتن عادل، هي كلها من هنا لهنا، من الفندق للملعب ومن الملعب للفندق. ما انا بقول لك يعني الاحوال العاديه انت بتبقى عندك حريه، بتعمل تمرينات كتير، بتعمل ممكن تروح تعمل فردي كتير مع لعيبه، عاوز تشتغل معاهم حاجة تكتيكية، لكن دلوقتي خلاص كله فيديو علشان ما تقدرش انك انت تخرج من الاوتيل. وبعدين في نظام بيبقى صارم جدا علشان ما يحصلش اي اصابات، عاوزين ينجحوا البطولة بصورة جيدة. علشان كده انت يجب عليك انك انت تلائم الظروف بتاعتك، تشتغل على احسن واقوى حاجة عندك انك انت بتشتغل فيديو وبتشتغل مع اللعيبة، اللعيبة المهمة اللي عندك اللي انت عايزهم تعمل لهم مهام ومهام خاصة يعني. فأكيد يعني التحركات بتاعتها تبقى بطيئة جدا. لكن تعالى بقى أخدك يا كابتن إسلام وكابتن أبو مسلم على حاجة مهمة جدا. يمكن الكابتن أبو مسلم اتكلم على فرقة الدحيل من حتة الناحية الجماعية، وكابتن طارق دياب اتكلم على إن الدحيل بيمر بظروف صعبة شوية. يعني أنا هوصف لك ليه هي كابتن طارق دياب يمكن قاعد في قطر وعارفهم واتفرج عليهم كتير، ليه هو بيمر بظروف صعبة. أي الدحيل لعب الشهر ده لعب ثلاث مباريات مهمين جدا، غير المباراة بتاعت الكاس بتاعت الأهلي اللي كسبها برقم كبير الستة، لأن المباراة دي كانت محسومة على الكاس فالدحيل كسب. لا تعالى نروح لأول ثلاث مباريات من بالظبط يمكن من شهر كده، لعب السد القطري، والسد من الفرق الكويسه ثلاثة خسر 3-1، وحتى كمان بغداد بنجاح هو اللي جاب الثلاث اهداف للسد القطري، واللي جاب لهم الهدف المعز علي. حلو، ده لعبها بطريقه عشان بس اوريك ان لاموشي ممكن يغير لعبه خالص، لانه من المدربين اللي نادرا بيلعب بتكتيك واحد، كل مباراة وليها تكتيكها. يمكن بيلعب بثلاث اربع تشكيلات او طرق لعب. يعني لعب في السد القطري لعب 4-4-2، بعديها لعب مباراة مع قطر القطري لعب 4-2-3-1، وحتى تعادل ايدي ميلسون اللي جاب له الهدف. ايوه المباراة الثالثة لعب مع مصلال وسجل دودو وكسبوها 1-0، وكان بيلعبها دي 4-1-4-1. يبقى انت بيديك انطباع عن ايه؟ عن الفرقه ان هي بتستقبل اهداف كتير وبتجيب اهداف كتير، يعني هجوم كويس ونص ملعب كويس، دفاع ضعيف شويه. علشان نسبه التهديف عنده، حته الاستحواذ اللي بيعملها صبري بيعملها بطريقه عايز اقول لك في الوقت الحالي ومع النادي الاهلي هيعملها بشكل مش مبالغ فيه. يمكن هيلعب الطويل شويه عشان عارف ان النادي الاهلي بيضغط كويس، وعارف ان قوه النادي الاهلي في نص ملعبه وفي دفاعه وليس في هجومه، هو متخيل كده. فهتبص تلاقيه بينقل اللعب في الحته اللي قدام علشان ما يخليش نص الملعب والمدافعين بتوع النادي الاهلي. انا بكلمك على فرقه الدحيل دلوقتي من الناحيه التكتيكيه. ايوه واللي انا متخيله من صبري، وانا يمكن قلت لك كابتن اسلام لعبته ثلاث اربع مرات، انا لعبته مرتين مباريات بس كانت وديه، لان كنت بروح عسكر في قطر ولعبته، كان اللي هو ماسك الجيش مباراه منهم كمان. فهو على فكره جه قطر 2006، كان اولا هو جاي من نوتنغهام فورست، كان بيمرن نوتنغهام فورست وبعدين جه درب الدحيل القطري. ايوه الحاجه المهمه اللي عنده دلوقتي ان هو جاب علي كريم عشان يغير اللي في دماغه، ودي جاب علي كريمي عشان هيغير اللي في دماغه. خلينا عند النقطه دي ضروريه جدا. طيب خلينا عند النقطه، جاب علي كريمي عشان يغير جزء الهجوم، الهجوم الشرس اللي بيعمله، بدا يفكر عشان لما يجي يلعب النادي الاهلي لازم يلعب الاهلي بتوازن. علشان كده جاب علي كريمي من القطر القطري برقم كبير، لسه جايبه في يناير، وجاب اولونجو كمان علشان كاس العالم للانديه. طيب خلينا نروح لتفاصيل اكتر من ارض المونديال مع ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ رجائي فتحي. استاذ رجائي ازي حضرتك يا فندم، وتحيات الكابتن عادل والكابتن ابو مسلم ليك. اهلا بيك كابتن اسلام، وبمس عليك وعلى الكابتن عادل عبد الرحمن. اهلا بيك.
اهلا بيك والكابتن احمد ابو مسلم صديقي العزيز. اهلا وسهلا. الحقيقه كل الكلام اللي قاله الكابتن عادل اتفق معاه بنسبه كبيره، يعني هو قاري كويس قوي فريق الدقيق. أيوة. واضح ان هو اتفرج عليه بشكل كبير جدا. لكن الحقيقه صبري اللاموشي هو زي ما قال بيعتمد في مبارياته على حسب المنافس اللي قدامه. يعني هو المباريات الاخيره كان بيلعب 4-2-3-1 واحيانا بيلعب 4-2-4. أيوة. الطريقه القديمه قوي اللي بنشوف فيها اكتر من مهاجم. لكن هو النهارده كان ليه تصريح جميل، يمكن ما اعرفش هو تصريح ما انا كنت عايز اسالك على التصريح ده تحديدا يا استاذ رجائي، لانه التصريح ده هل بياتي في اطار التنويم المغناطيسي اللي بيتبعه المدربين والناحيه النفسيه برضه يا كابتن عادل يا كابتن مسلم اشتركوا معانا في الحوار، لانه مهم جدا ان الناس تعرف هل صبري لاموشي من دي طريقته ان هو بيحاول يعمل تنويم مغناطيسي ولا دي وجهه نظره؟ هي انا في اعتقادي من خلال معرفتي بالكابتن صبري دي وجهه نظره ومش تنويم مغناطيسي ولا حاجه، لان هو بيدي كل فريق اهميته، والحقيقه مش بيبالغ في الموضوع، لان هو بيقول وقائع، بيقول لك الدحيل لم يشارك قبل كده في كاس العالم للانديه، لم يفز باي لقب قاري قبل كده، الاهلي عنده رصيد وعنده تاريخ وعنده بطولات، وده على ارض الواقع او نظريا موجود. نعم. لكن كناحيه فنيه الدحيل عنده خط هجومي على اعلى مستوى، عنده رباعي في المنطقه الاماميه، انا شايف من وجهه نظري محتاج جهد كبير من دفاع النادي الاهلي ولاعيب الوسط عشان يقدروا يوقفوا هذا الرباعي. لكن في المقابل عنده خط دفاع لو الاهلي عنده سرعات يقدر يخترق خط الدفاع ويقدر يصنع فارق في المباراه. وطبعا شغل المدربين خارج الخطوط هيكون ليه دور كبير جدا في ازاي هو يقدر يحسم نتيجه المباراه او يصنع فارق فيها. لكن العناصر اللي جابها فريق الدحيل او استخدمها في الفتره الاخيره دخلوا في التشكيله الاساسيه، جاب حارس مرمى صاعد واعد يمكن كان بيلعب في نادي الوكره اسمه صلاح زكريا عنده 20 سنه خلاه هو الحارس الاساسي. جاب ايضا علي كريم من نادي قطر، ده لاعب ايراني بيلعب ارتكاز في وسط الملعب ويمكن كان السبب الرئيسي في استخدامه اصابه لاعبه الدولي كريم بوبياف. كريم دخل القايمه النهارده، الفتره الاخيره ما لعبش كريم اي مباراه مع فريق الدحيل، النهارده دخل القايمه الرسميه اللي اعلنها الفيفا، بقى موجود مع فريق الدحيل، يقدر كريم يلعب عنده عصام مدبو لاعب ارتكاز ايضا لاعب دولي موجود في وسط الملعب. اعتماد صبري اللاموشي او فريق الدحيل بصوره اساسيه بيكون على المنطقه الاماميه والاطراف في الناحيه الهجوميه. مش الاطراف من الخلف، يعني اطرافه من الناحيه الهجوميه على الاجنحه. نعم. ميرسون جناح واحيانا المعز علي بيلعب جناح، لو بيخلي دودو بيلعب في اللاعب رقم 10 بيبقى تحت راس الحربه اللي هو مايكل الونجا اللاعب الكيني اللي تم استخدامه من الدوري الياباني، وعلى فكره مهاجم يعني مهاجم كويس جدا متميز بيلعب دماغه بيلعب هداف الدوري الياباني اصلا. هداف الدوري الياباني ولاعب قوي يا كابتن عادل. يحتاج رقابه مان تو مان في المباراه، يحتاج واحد يكون يقص معاه، واحد يكون خفيف يقدر يوقفه يعني، لكن هو مهاريا مش زي دودو ولا زي ادميلسون ولا هو زي جسمه كبير قوي 193 سم. ولاعب فايتر يعني انت لعيب في الملعب ما بيسكتش طول المباراه بيبقى شغال. لكن بالنسبه لوسط الملعب انا شايف الاهلي عنده تفوق في وسط الملعب، الاهلي عنده تفوق في المنظومه الدفاعيه بتاعته، الاهلي ايضا عنده تفوق في الناحيه الهجوميه على حسب طريق موسيماني، هل هيلعب بمهاجم صريح، هيلعب بثلاث لاعبين فيهم مهاجم خفي يعني يبقى في روتيشن بين اللاعبين في الخط الامامي، ده كله هيحدده موسيماني على حسب طريقه اللعب اللي هيلعب فيها في المباراه. لكن بصفه عامه التاريخ مع الاهلي، الارث مع الاهلي، الجمهور اللي موجود في الملعب رغم ان المباراه في قطر وبتلعب في ملعب كبير يسع 40,000 متفرج، صحيح هيبقى حاضر 30% اللي هو حوالي 13,000، لكن غالبيه الجمهور هيكون مع الاهلي، الثالثه يمين الثالثه شمال موجوده مع الاهلي. في عوامل كتير ترجح كفه النادي الاهلي، لكن حضراتكم انتوا الثلاثه كباتن كبار ولعبتوا في النادي الاهلي وعارفين المباريات ما بتتحسمش غير في الملعب. كل الارقام، كل الاحصاءات، كل الترشيحات تظل على الورق على حسب نتيجه المباراه. أيوة. وعارفين ظروف المباراه واللي ممكن يحصل فيها. يعني استاذ رجائي برضو عايز اعرف حضرتك الاعلام بيتكلم ازاي عن هذه عن هذا اللقاء ان شاء الله اليوم الخميس. الحقيقه من يوم الجمعه بالليل من ساعه ما الاهلي دخل الدوحه احتفاء كبير بفريق النادي الاهلي، احتلال لكل المانشيتات في الجرايد الرياضيه، معظم الجرايد في قطر ليها ملحق رياضي، على سبيل المثال الجورنال اللي انا بشتغل فيه جريده الرايه عنده ملحق رياضي، دايما في ترحيب بنادي القرن الافريقي النادي الاهلي، متابعه يعني صفحات بتتفرد للمونديال وبتتفرد لكل كبيره وصغيره بتحصل،
سواء كانت في المعسكر سواء كانت في التدريبات. صحيح في فقاعه طبيه في نظام، انا لسه كنت هقول لك هو اساسا ما فيش حاجه بتحصل. لا في يعني يمكن الكابتن عادل قال لك المدرب انديفيدوال صعب ان هو يشتغل مع اللعيبه، ده حقيقي بالنسبه للناحيه العمليه، لكن الفندق اللي موجود فيه الاهلي مجهز، يقدر ينزلوا الجيم، يقدر يعملوا اي شيء، كل شيء موجود فيه، حتى يقدر يعمل المحاضرات وغير المحاضرات موجوده. الملعب التدريب اللي موجود هو ملعب مخصص للنادي الاهلي، ما فيش فريق تاني في المونديال بيلعب بيتمرن في هذا الملعب اللي هو الملعب رقم واحد في جامعه قطر. ملعب ارضيته حريريه، ملعب من ملاعب التدريب اللي هتكون في كاس العالم 2022، ده مخصص فقط للنادي الاهلي، هو بس اللي بيتمرن عليه. الحقيقه الامور ماشيه لحد دلوقتي بوتيره جيده تدعو للتفاؤل، لكن الناحيه الفنيه حاجه ثانيه خالص اللي هنشوفها في الملعب على حسب عطاء واداء الفريقين. لكن الصحافه مهتمه، الاعلام، القنوات الفضائيه، القنوات الناقله للبطوله، القنوات الحصريه سواء قنوات البين سبورتس او قنوات الكاس الرياضيه، كل شيء اهتمام كبير جدا، برامج خاصه للبطوله، احتفاء بالنادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي. الناس بتقول ايه بقى يا استاذ رجاء هناك؟ يعني المواطنين العاديين بيقولوا ايه؟ بيتكلموا في ايه؟ هل الاهلي اقرب؟ هل الدحيل اقرب؟ هل الموضوع داخل في ايه الموضوع يعني؟ لا الموضوع كابتن اسلام كله موضوع رياضي، الموضوع داخل في الاطار الرياضي. طبعا طبعا ما حد بيتكلم في الاطار الرياضي، ما بنتكلمش في حاجه ثانيه، احنا دائما ما بنتكلم في الاطار الرياضي. الترشيحات كلها تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. كله بيقول الخبرات، بيقول التاريخ مع النادي الاهلي، لكن كل الناس بتحذر المتابعه او حتى اللي بيتكلموا من زمايلنا الاعلاميين بيتكلموا عن قوه هجوم الدحيل. هو صبري اللموشي في المباراه الاخيره اللي اتكلم عليها الكابتن عادل بيلعب او بيعتمد بشكل اساسي على اربع لاعبين في الخط الامامي، اتميلسون ودودو ومعاهم المعز علي والونجا. انا بنسبه 100% اقول لك صبري اللموشي لا يمكن هيلعب بهذا الرباعي. تمام. لان لو لعب بهذا الرباعي في المباراه هيبقى نوع من انواع المغامره غير المحسوبه في مثل هذه المباريات، لانه ممكن يقعد لاعب من الاربعه بحد اقصى، يعني يلعب بثلاثه وده هيدخل لاعب ثاني في نص الملعب عشان يحبس التوازن المطلوب. ده يتطلب موسيماني من وجهه نظري ان هو يهتم بالمنطقه الخلفيه، وليكن الاهلي يلعب بثلاثه في الخلف سواء كان اشرف او ياسر ابراهيم ومعاهم بدر بنون. طبعا ده رؤيه فنيه للمدرب بالدرجه الاولى، لكن من خلال متابعتنا لمباريات الاهلي ومباريات الدحيل، دحيل يتفوق هجوميا، الاهلي يتفوق دفاعيا، الاهلي عنده كثافه وعنده يعني ميزه كويسه، عمليه الارتداد من الدفاع للهجوم والعكس بتبقى سريعه في النادي الاهلي، يقدر يصنع منها فارق. الاهلي كمان عنده ميزه اللعيبه اللي بتشوط من بره منطقه الجزاء سواء كان قفشه، طاهر، محمد طاهر، علي معلول، اي لعيب يقدر يصنع له فارق. ايوه الدحيل بيعتمد بشكل اساسي على الكروسات والقادمين طوال القامه، يعني المعز علي طويل القامه، الونجا طويل القامه، ادميرسون عنده سرعات، دودو عنده مهاره، دول الرباعي اللي بيشكلوا خطوره في المنطقه الاماميه. طيب في الدفاع عنده اتفضل يا كابتن. عايز برضه اسال حضرتك في الجمهور، 30% من ساعة الاستاد يعني حوالي 12-13 ألف متفرج من ساعة استاد المدينة التعليمية اللي هيلعب هتلعب عليه أول مباراة. إيه الإجراءات؟ معانا صور أهو لقطات برضو من موضوع التوافد الجماهير الأهلاوية وغير الأهلاوية الحقيقة للحصول على تذاكر البطولة. طيب أستاذ رجائي قول لنا إيه الإجراءات الاحترازية في موضوع الجمهور؟ يعني أنا كواحد من الجمهور عايز أروح أشتري تذكرة أعمل إيه؟ كل التذاكر كابتن اسلام عن طريق الموقع الاتحاد الدولي لكره القدم ticket.com. الموقع ده انت بتحجز من عليه تذكره، مش معنى انك اشتريت التذكره وكله عن طريق بطاقات الفيزا والاي تي ام، مش معنى انك اشتريت التذكره كده دخلت الملعب اطلاقا. علشان تدخل الملعب بتعمل كشف او فحص كورونا كوفيد 19 قبل المباراه بحد اقصى 72 ساعه، اعتبارا من الساعه 7:30 من مساء اليوم بدا الفحص. يعني اي واحد النهارده من 7:30 لحد يوم المباراه نفسها يقدر يعمل فحص. لحد انا عرفت انا عرفت يا استاذ رجاء ان دايما الجمهور قبل المباراه على طول بيخش يعمل مسحه وبياخد النتيجه بتاعتها في ربع ساعه بعد 15 دقيقه بالظبط. ايوه هو طلعت المسحه سلبيه دايركت بياخد التيكت بتاعه، اذا كان راح قبل المباراه بيستنى بعد كده يوم اثنين على حسب ما هو عمل المسحه بتاعه. هو موجود في الملعب ساعه المسحه دايركت بياخد النتيجه ويدخل على الملعب، وابواب الملعب اللجنه المنظمه اعلنت النهارده هتفضل فاتحه لحد الساعه 8:30 ده موعد المباراه. 8:30 بالظبط موعد المباراه
تغلق الابواب، ما فيش حد يدخل الملعب. تاكد كابتن اسلام كل من هو يتواجد في ملعب المدينه التعليميه، لاعب، اداري، مدرب، صحفي، مسؤول، رئيس بعثه، ايا كان كل اللي موجودين، رئيس الاتحاد الدولي، اي حد عامل مسحه كورونا ونتيجته سلبيه. ده اهم حاجه، مش هيدخل الملعب. مظبوط. ولا ومن الواضح يعني بقول لحضرتك، انا كنت بتكلم مع جمعه وائل جمعه كابتن عادل كابتن ابو مسلم، كنت بتكلم معاه في التليفون من يومين يعني بعد ما البعثه وصلت، قال لي اسلام انا ساكن جنب الفندق ومش هعرف اروح اشوف البعثه. من الواضح ان هناك اجراءات شديده جدا احترازيه يعني. لا ده موضوع يا كابتن، هم كان ليهم تجربه للامانه ناجحه جدا في دوري ابطال اسيا. ايوه، استقبلوا مباريات الغرب والشرق اللي هم الانديه الغرب والشرق، قعدوا حوالي شهرين في مباريات مستمره بصوره مستمره. نجحت التجربه دي لان هم عملوا الطريقه او البروتوكول الصحي اللي حضرتك اتكلمت عنه، ممنوع الاقتراب والتصوير من مناطق. خلي بال حضرتك برضه يا استاذ رجائي، التجربه المصريه في كره اليد في كاس العالم في كاس العالم لكره اليد تجربه حديث العالم كله الحقيقه كله بيتكلم عن هذه التجربه. بطوله كبيره، بطوله كبيره، 24 منتخب كاس عالم، 32 منتخب لاول مره، 32 منتخب لاول مره في تاريخ كاس العالم كاس العالم لكره اليد يعني. اعتقد ان ده تجربه برضو رائعه جدا، تجربه الفقاعه كابتن عادل يا كابتن ابو مسلم، تجربه تم تجربتها على 32 فرقه. شوف بقى كل فرقه كام البعثه بتاعتها، كام بكل حاجه والحمد لله الامور عدت بشكل مفيش احلى من كده، وتجربه مصريه واضحه جدا في هذا الموضوع. رائده. انت خلي بالك برضك يا اسلام ان انا التجربه مفيده جدا طبعا. أيوة. ونجاح للدوله المصريه وكل مؤسساتها طبعا. في قطر برضك نفس الكلام، خلينا نتكلم، انا لعبت في قطر 3 مرات يعني. 3 بطولات لعبناها في منتخب الشباب واولمبي، كانت بتلعب دوره الصداقه على طول هناك، بس ما كانش في جائحه كورونا. ما كانش في طبعا الكلام ده، لكن انا بتكلم على ان جائحه كورونا دي مغيره طبعاً حاجات كتير. انا بشكر يعني حضرتك، شكرا جزيلا يا استاذ رجائي، يعني دايما بتشرفنا وبتنورنا وبتدينا معلومات كثيره جدا، فانا بشكرك على تواجدك معانا. ربنا يخليكم بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ رجائي، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني بنحاول دايما نكون مع حضراتكم على ارض الواقع، نشوف ايه اللي بيحصل مباشره ونقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل في ارض المونديال. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم على النقاط الهامه اللي كان عايز الكابتن عادل يتكلم عنها. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد ابو مسلم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابو مسلم، ايه اكتر حاجه تقلقك دلوقتي يعني في ظل اليومين ثلاثه اللي فاضلين؟ طبعا اكتر حاجه كورونا. طبعا دي اول حاجه طبعا نتمنى السلامه ان شاء الله لكل لعيبه النادي الاهلي وكل افراد البعثه طبعا، فان شاء الله نطلع سلبيين يعني، تطلع الانديه كلها سلبيه واللعيبه تبقى موجوده في الملعب. اللي تقلقني اللي هي زي ما قلنا اول حاجه كورونا، والحاجه الثانيه اللي هي بتاعه الفريق اللي انت مش مجمع يعني طريقه اللعب زي ما كنا بنتكلم فيها، بيلعب بطريقه مختلفه. خلي بالك الراجل صبر لميش ده بيميل مدرسه فرنسيه يعني، انا لعبت في فرنسا كتير، فهو بيميل للحته دي، بيغير في الشكل اللي هو اللي تحت اللي هو نص الملعب، ممكن العب راس حربه وهمي، ممكن العب بالطرفين بتاعه طالعين، فهو راجل عنده اختلاف، ما تعرفش التشكيل بتاعه ازاي والسيستم بتاعه بيمشي عليه ازاي حسب الامكانيات اللي بنتكلم فيها. هو عنصر بتاع النادي الاهلي اللي بيتفوق عندنا اللي هو السرعات، لو احنا بدلقنا مثلا محمد شريف خد فرصه عنده سرعات دي تقلقه في خط الدفاع، عنده ورا عنده الورا خط الدفاع عنده بطيء، حتى ما عندوش مرونه للسيرت باكين بتوعهم بطاء، هم اقوياء جدا وطوال جدا، بس الترنات والمرونه بتاعتهم صعبه جدا. خبرتهم كبيره طبعا، خبرتهم كبيره، بس انا بتكلم في الحاجات اللي موجوده. خصوصا مهدي قفشه برضك لو جه من تحت وعمل الدبل باص مع حد الدنيا هتبقى مختلفه. فانا بنتكلم في اضعف حته موجوده في فرقه الدحيل اللي هي زي ما اتكلم وكابتن عادل اتكلم اللي هي الحته الدفاعيه. التمركز بتاعهم الخط الامامي ونص الملعب مميز جدا، الباكين نوعا ما بيقدروا يقفلوا، بس عندك الثغره كلها في نص اللي هم الاثنين اللي هم السيرت باكين اللي في نص الملعب. فدي الحته اللي احنا ممكن نشتغل عليها بشكل مميز يعني. طيب كابتن عادل، حضرتك كنت بتتكلم على علي كريمي. علي كريمي في وسط الملعب بيبقى او هو جايبه علشان بوضياف مش موجود، ولكن رجع دلوقتي بقى موجود في القائمه، بس هو بقى له تقريبا شهر ونص شهرين ما بيلعبش. بوضياف اللي هو اللاعب اللي في وسط الملعب الاساسي، ولكن حضرتك بتقول كان جايبه تحديدا علشان يوازن شويه الناحيه الدفاعيه. لانه هو عنده مشكله في الحته القلب الدفاع، بمعنى عنده بسام الراوي وعنده احمد ياسر وعنده المهدي بن عطيه. نعم. لما بيحب يلعب الكوره ويطلع من تحت كره سليمه بيلعب المهدي وبسام الراوي.
لما بيحب يلعب تحولات او كور طويله بيلعب احمد ياسر مع المهدي بن عطيه. انا متاكد تماما من ان صبري هيلعبك 4-1-4-1 لانه جاب علي كريمي. وجاب علي كريمي بالذات علشان الحته الدفاعيه او التمركز الدفاعي، رغم ان علي كريمي بصير برضه لعيب كوره كويس ولكن بيميل شويه للحته الدفاعيه. المشكله هتكمن عنده في حاجه واحده بس، في الحته في الطرفين في الباكين وتغطيه الباكين. عشان كده بقول لك هيحط واحد صداده قدام الاربعه بتوع الدفاع. كانه خامس بس من قدام. وكانه بيلعب خمسه بس بيلعب بليبرو متقدم وليس متاخر، لانه هيلعب 4-1-4-1. دي من وجهه نظري، يعني انا شايف ان دراسته للنادي الاهلي تستوجب كده، يعني انا حطيت نفسي مكانه ان انا لما اجي العب بلعبتي دي هيبقى عندي مشكله في الحته الدفاعيه، فهيعمل ايه؟ لازم يحط سداده قدامه. طب هنا في سؤال، اولونجا هيلعب ولا المعز علي اللي هيلعب ولا الاثنين يلعبوا مع بعض؟ ولا ادميلسون ولا لا ادميلسون ودودو هيلعب. طب يعني الاثنين اللي هيلعبوا طرفين، يعني 4-3. يعني هو عشان كده بقول لك يلعب 4-1-4-1، هيلعب ادميلسون ودودو هيلعب طرفين، ولكن مين اللي هيلعب الواحد اللي هيبقى قدام؟ هل المعز علي ولا اولونجا ولا الاثنين يلعبوا مع بعض؟ لو الاثنين لعبوا مع بعض يبقى هو مستغني عن السداده اللي ايه بتاعت قدام الفراوده، ودي هتبقى لمصلحتنا قوي كمصلحه النادي الاهلي. لو لعب باولونجا وقعد المعز علي، تعرف انه هيلعب لعب طويل، لان اولونجا 193 سنتي طويل بيلعب الكره الثانيه، محطه واقف فيها الكوره، هي محطه كبيره. المشكله في المباراه دي مع الدحيل بالنسبه للنادي الاهلي، عشان نركب المباراه دي بلغه الكره لازم الكره الثانيه سكن بول لازم تبقى بتاعتنا، عشان تبقى بتاعتك يجب انت كمان تسحب نص الملعب شويه، لان هي خطورتهم في التحول من الدفاع للهجوم بتاعهم بسرعتهم، اللي هو دودو ادميلسون ومن معز علي واولونجا لو لعب. الحاجه بقى اللي انا لفت نظري في صبري والتصريح اللي انت اتكلمت فيها اسلام، هو ذكي جدا، شال الضغط من على فرقته. بالظبط. ليه؟ هو بيقول ايه؟ عاده انت النادي الاهلي ده قدره، حتى لو رحت لعبت في كاس العالم للانديه الا الباير، هتلعب الباير او هتلعب فرقه ثانيه، لكن لو بتلعب فرقه عربيه اول كلمه يقولوها ايه؟ لا لو النادي الاهلي كسبني فدي حاجه عاديه، لكن انا لو كسبته لا قدر الله انه يكسبه يبقى انجاز كبير. فهو يعمل ايه؟ يامن نفسه دلوقتي ويعمل من دلوقتي يرمي الكلمتين. هو لازم، هو بص، هم المدربين دايما اللي هيلاعب النادي الاهلي لازم يرمي الكلمتين دول، لازم يقول ايه؟ والله حتى موسيماني لما كان ماسك سان داونز كان بيقول الكلام ده. اي مدرب بيجي يلعب النادي الاهلي لازم يقول الكلمتين دول. صبري رماهم ليه؟ اولا بيهدي لعيبته قوي علشان الضغط العصبي على لعيبته كبير، لان انت عارف المباراه البعد بتاعها بتاع الكوره، انت تعرف فرقه متمرسه تاريخ كبير، فرقه تاريخها قليل ولكن عندها الامكانيات الماديه، لك ان تتخيل لعيب جاي اعاره ب 7 مليون يورو، يعني لعيب كبير. انا دايما حته الارقام الفلوس دي بتعكس اللعيب الكويس ولا لا، لان الحقيقه ارقام. انت لما بتجيب لعيب زي ميسي ولا رونالدو ولا محمد صلاح ده بتديله رقم كبير، انت بتتكلم في الليفل ده انه عنده لعيبه غاليه. ادميلسون لعيب برضو، يعني القيمه التسويقيه للعيبه المحترفين بتاعت الدحيل 24 مليون يورو حاجه كده. طب دي يا كابتن اسلام رقم كبير جدا في الاحتراف، خلي بالكم. يعني انت لما تجيب 4 أو 5 لعيبه ب 24 مليون يورو سنوي تقدر تقول ان في حاجه بتتعمل. حتى الحارس المرمى هو ضعيف شويه، صلاح صغير في سنة 20 سنة لسه جايبه، هو جايبه وركبه على الاثنين القدام. ليه؟ علشان عنده ميزة مش عند التانيين، ولكن ده برضو عنده عيب، الحتة العرضية، التصويب من الخارج. طيب الحتة الأرضية كابتن وحضرتك بتتكلم برضو كابتن عادل وكابتن مسلم، دي صور عدد من مشجعي النادي الأهلي بيحصلوا على تذاكر مباراة الدحيل بعد إجراء المسحة الطبية. ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي، وحالا زمايلنا في الإعداد الحقيقة بعتوا لنا كل هذه الصور علشان او اتبعتت لهم، بعتوا لنا على طول عشان تبقوا حضراتكم دايما معانا في كانك قاعد في ارض المونديال بالظبط، بتشوف ايه اللي بيحصل هناك ومعاك تذاكرك ومعاك كل حاجه وكانك رايح الماتش كمان. يعني ان شاء الله ليله المباراه
ليله المباراه ان شاء الله هنعمل لكم كمان حاجه جميله جدا 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 وفرحه كبيره جدا يا كابتن عادل يا كابتن ابو مسلم على مشجع وهو يعني الصوره اللي قدامي انا شايف مشجع مبسوط ان هو رايح يتفرج على دي حاجه الهديد. كويسه لينا على فكره يا كابتن يعني لما يحضر عندك كام الف انت قلت 40,000 يعني يقول 30% 3 في 4 ب 12,000 ال 12,000 انا متاكد تماما ان هيبقى منهم مثلا 11,000 انا متاكد هيبقوا 13,000 لجمهور النادي الاهلي فدي حاجه في حد ذاتها كويسه جدا بس الرجاء ان هي يشتغلوا النفس عليهم عشان في لعيبه كتير ممكن ما تكونش لعبت مع جمهور يعني جت النادي الاهلي وما لعبوش في وقت الجمهور والحاجات دي لكن العدد مش كبير قوي مش هيتقضوا حتى سامي قمصان قال الكلام ده شاف ان هي لمصلحه النادي الاهلي هي برضك في نقطه اسلام سيف الله طبعا النهارده ذكرى طبعا رباح بورسعيد الشهداء المجد للشهداء بدأنا طبعا الحلقه بالترحم على كل الشهداء طبعا احنا نسينا طبعا مجد للشهداء لا طبعا ما ننساش احنا كلام زي ده مش هننساهم طبعا في قلوبنا كلهم وطبعا هم السيف والدرع للنادي الاهلي طبعا جماهيره طبعا فنتمنى طبعا مسانده تبقى موجوده داش غريب اي حد هتروح فيها في مصر بره مصر بره في اوروبا هتلاقي جماهير النادي الاهلي فده مش جديد عليهم لا يعني احنا بنترحم عليهم دول مولادنا وحبايبنا يعني واصحابنا وحاجه كبيره ليهم لينا ان احنا يعني عندنا جمهور عظيم زي جمهور النادي الاهلي دي حقيقه والله ويمكن جمهور النادي الاهلي ده هو مش اللاعب رقم 12 زي ما بيقولوا هو اللاعب رقم 1 من وجهه نظرنا شفت الوصول بتاع فريق اولسان الكوري الجنوبي والوصول الفرق بتاع الفرق احنا كنا كنت حضرتك معايا فكنا عارف فرق كبير جدا جمهور النادي الاهلي ده حاجه كبيره حاجه كده تخليك تبقى قاعد مبسوط اسلام انا احيانا كتير قوي اول ما طلعت وانا صغير كان موضوع الجمهور كان اقوى كمان من الوقت ده انت عارف طبعا لان الجمهور كان في الملعب كان حاجه ثانيه لا وكمان حاجه حضرتك شفته ابو مسلم شاف طبعًا. لا حاجه المهمه الاكثر احنا ايامنا كان الميديا قليله فالناس كانت بتروح المباراه كتير انا اقول لكم ان احنا احيانا كنا بنلعب مباراه دوري مع مثلا انا لعبت مباراه قدام السكه الحديد وكان في 120,000 متفرج في الاستاد يعني عاوز اقول لك انه لما تسافر بره في اي حته للنادي الاهلي في اي مكان هتلاقي جمهور النادي الاهلي وجمهور كبير وجمهور عاوز اقول لك حاجه ان واخد على المكسب ايوه ودي حاجه مهمه مش هيقبل ما بيقبلش حاجه هو موسيماني امبارح كان معانا في لقاء على شاشه قناه الاهلي قال لك انا جيت بقى لي 4-5 شهور يعني فخدت قالوا لي ايه افريقيا يا موسيماني فخدت افريقيا ربنا كرمني وخدت افريقيا قال لك الكاس يا موسيماني فخدت الكاس طب الدوري يا موسيماني خدت الدوري طب افريقيا الجديده العشرة بقى ما هو طبيعي كل قال لك ده النادي الاهلي وهو ده جمهور النادي الاهلي دي حقيقه النادي الاهلي ما بقاش الا كده يا اسلام خلي بالك كمان ما كنا بنلعب يا كابتن النهارده كسبنا وفرحنا كل حاجه تاني يوم الجماهير عايزه الجديد عايزه البطوله الجديده فمش هتخش انت مثلا بتمثل حاجه شرفيه لا انت لازم تاخد البطوله يعني النادي الاهلي دلوقتي جماهير ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نحصل البطوله هناك انت عارف ابو مسلم بيتقال ايه في الموقف ده يتقال ايه الانتصار للجمهور وانت افرح انت اول ما تخلص المباراه والحكم يصفر وانت وكسبت دوري او كسبت كاس او كسبت اي حاجه انت نفسك هتشتغل كويس سيب الجمهور يفرح لان من واجبك انت انك انت تشتغل للجمهور انت بتشتغل الجمهور يفرح زي ما هو عايز بالظبط يعني ما دي حاجات طيب. بما اننا بنتكلم عن الجمهور يا كابتن عادل يا كابتن ابو مسلم احنا دايما بنعمل سؤال في اول الحلقه كان سؤالنا النهارده للسوشيال ميديا صعب السؤال بتاعك النهارده مش صعب هو في تريكه كده ما هو اصل احنا بقالنا يومين ثلاثه بندي اسئله سهله قوي لا يعني صعب السؤال بس هما الاجابتين صح خلي بالك والله انا هقول كده انا هقول ان الاجابتين صح نشوف يعني طبعا كان سؤالنا النهارده لجمهور السوشيال ميديا كم عدد اهداف النادي الاهلي اللي احرزها في مونديال الانديه منذ ان بدا في 2005 وحتى الان في تريكه كده هحكي لكم عليها لما تقول لما توصل لكن كمال فتحي بيقول لي 11 هدف وبالمناسبه 11 هدف ده عدد صحيح ده صح محمد مصلحي 11 هدف مستر وليد عماد بيقول مساء الخير يا كابتن اسلام منور اشكرك جدا تحياتي لكل ما هو اهلاوي الاهلي احرز 11 هدف هداف الاهلي في كاس العالم للانديه ابو تريكه وان شاء الله ناخد ميداليه الشهداء تمام عبد عمر بيقول 11 هدف طبعا وهداف الاهلي تريكه اربع اجوان نعم تريك اربع اجوان اربع اجوان مظبوط فلافيو 3 ومتعب 2 سيد حمدي 1
صح برافو عليك. التريك ايه بقى في الاخر هقول لك. خالد ابراهيم ابو سلامه، ازيك كابتن اسلام، وحشني جدا. عدد اهداف الاهلي في المونديال هي 11 هدف، وتصدر القائمه ابو تريكه باربعه اهداف. عمار بن ياسر 11 هدف ان شاء الله، والهداف التاريخي هو الماجيكو. عادل علام عطوة سعود 11 هدف في المونديال، وان شاء الله هيزيدوا بعد ما وصلنا بالقضيه. ممكن عمرو خالد ابراهيم بيقول 11 هدف هتزيد ان شاء الله. خالد داود بيقول 11 هدف، 4 لتريكا، 3 لفلافيو، 2 متعب، هدف واحد للسيد حمدي، وهدف ذاتي. هي دي اللعبه بقى. أيوة. في هدف ذاتي صح كده، فهو لو حسبتها تلاقيهم 10 والهدف الذاتي 11. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ده عمرو ابو بيقول يا الاجمالي 10 اهداف احرزه في بنتو باتشيكو المكسيكي، هدف عكسي على القمة. الماجيكو 4 أهداف، بعده أمادو فلافيو 13 هدف، بعده عماد متعب هدفين، وبعده السيد حمدي هدف، وبالتوفيق إن شاء الله. ده شرح يعني للموضوع. صح. كريم علاء بيقول 11، 4 لتريكا و3 لفلافيو و2 متعب، وجول للسيد حمدي، وجول عكسي مدافع باتشوكا المكسيكي في مرمى فريقه. الناس إيه؟ الناس أنت كده كسب مين؟ يكسبوا كلهم مفيش مشكلة. محمود غريب منور يا أفضل إعلامي، أشكرك جدا، وقناة الأهلي رجع ليها أشكرك جدا. و11 هدف يا كابتن إسلام. سلمى أحمد بتقول 11 هدف، 10 منهم بأهداف لعيبة الأهلي وجول عكسي، بس المفروض يتحسب لتريكا. نحسبه لتريكا مفيش مشكلة عشان يبقى 5 تريكا. أنا 11 هدف، عم الناس وفلافيو 3 ومتعب 2 وسيد حمدي 1 وهدف عكسي، وإن شاء الله أفشة يكمل الدستة. محمد فوزي بيقول مساء الخير وتحياتي لكل اهلاوي، الاهلي احرز 11 هدف، ويعني معظم الناس كاتبه وفاهمه، منهم زياد برضو راتب اي 11 هدف، ومعاذ حمدي الازهري بيقول الاهلي نجح في احراز 11 هدف. دي كانت يعني على قد ما بنقدر بنحاول نجيب لحضراتكم كل التعليقات اللي حضراتكم كاتبينها. هي التريكه كانت في 11 و10 في 11 و10 كلهم كاتبين 11. كابتن عادل شرفت ونورت، ودايما بتشرفنا بوجودك معانا. الله يخليك كابتن اسلام، وانا سعيد ان قابلت ابو مسلم. ربنا يخليك ايضا النجم الكبير كابتن ابو مسلم، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. ربنا يخليك لك طبعا رجوعك لبيتك النادي الاهلي، وكابتن عادل طبعا مبسوط بقالي فتره مش شفتوش. نجم كبير يا اما كابتن عادل. طبعا حبيبي شرفت ونورت. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره الساعه 8 هكون مع حضراتكم على الهواء مباشره لنقل كل ما يحدث في بعثه النادي الاهلي من خلال برنامج الاهلي في المونديال. ما تنسوش الاهلاوي مش هيسيبنا.